جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير. مساء الخير على اللي بيتابعوا البيت الكبير. حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير، حلقة الويك أند، صحيح آخر يوم في الأسبوع، بس النهاردة حلقة مهمة جدا. كواليس أسرار هتعرفوها لأول مرة، علشان كده يمكن يعني عايزينكم تتابعونا لحد الساعة 1 صباحا. خلاص ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن المباراة المهمة ما بين الأهلي ومواجهة قوية أمام فيتا كلاب، فيتا كلاب بطل كونغو طبعا. علشان كده النهاردة هنركز بشكل جامد جدا على مباراة الأهلي القادمة وفيتا كلاب. النهارده في الفقرة الأولى هيكون معانا أحمد ثابت. دكتور أحمد ثابت طبعا محلل الأداء بالأرقام، هيقربنا كتير جدا جدا من الفريق وجهازه الفني والمدير الفني ليه بشكل كبير وطريقة اللعب كمان، فخليكم معانا تعرفوا معلومات كتيرة جدا بالأرقام كمان. في الفقرة الثانية واحد من نجوم الجيل الذهبي اللي كانوا مع مانويل جوزيه، أحمد عادل، مشرفنا برضو علشان نعرف بقى توقعاته الأهلي في المهمة دي، هيواجه فيتا كلاب إن شاء الله هتكون عاملة ازاي، رؤيته هو وتحليله الفني. تابعونا في الفقرة الثانية مع كابتن أحمد عادل. في الفقرة الأخيرة معانا واحد من النجوم الكبار جدا، لاعب رائع ومدرب رائع، النجم الكبير فتحي مبروك. وقبل ما ندخل في أي تفاصيل طبعا برحب بزميلي العزيز. مساء الخير عليك يا سام، أهلا بيك. برحب بيك طبعا بيك، وبرحب بكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. وحلقة نهاية الأسبوع كلنا مترقبين، بعد بكرة إن شاء الله الكل مترقب مباراة مهمة جدا جدا في مشوار النادي الأهلي الأفريقي أمام فيتا كلاب. على مستوى الطموحات أكيد النادي الأهلي طموحاته قوية جدا، طموحاته كبيرة جدا، الاسم الكبير صاحب أو بطل النسخة الماضية بتطلع بشكل كبير جدا لتصدر المجموعة، بيواجه فريق في نفس النقاط، عدد النقاط 3 نقاط، فيتا كلاب يمكن بيفوز على المريخ السوداني في الجولة اللي فاتت، طموحه زادت وأماله زادت في يعني الوصول لدور الثمانية، ولكن أكيد هيصطدم بمنافس عنيد جدا جدا. كل طموحاته وأكيد كل طموحاتنا احنا كجماهير النادي الأهلي ان احنا بإذن الله نفوز بهذه المباراة. مباراة مش سهلة على مستوى الضغوط، لو بنتكلم طبيعيا النادي الأهلي قادر بشكل كبير جدا، الاسم الكبير والخبرات على مستوى اللعيبة على مستوى الجهاز الفني قادرين إن شاء الله إن احنا نفوز بهذه المباراة. على مستوى الضغوط النادي الأهلي مطالب بشكل كبير جدا، يعني مباراة لا تقبل القسمة على 2، الفوز هو السبيل الوحيد إن شاء الله للنادي الأهلي لمواصلة الانتصارات ومواصلة كمان تصدر المجموعة، لأن حضراتكم عارفين كمان هيروح يلعب فيتا كلاب هناك يمكن بعديها بأسبوع. المباراة بروحين، الروح الأولانية أو الخطوة الأولانية هنا في القاهرة إن شاء الله تحسم بشكل قوي جدا، وإن شاء الله نكمل بإذن الله الأسبوع اللي بعديه في الكونغو، لأن زي ما بقول لحضراتكم دي مباراة عنق زجاجة. إن شاء الله النادي الأهلي قادر بإذن الله سهام إن هو يحقق الفوز في الخطوة الأولى أمام فيتا كلاب يوم السبت بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله، ومفيش مباراة سهلة أكيد. وفي الفترة اللي جاية كمان تحديدا، يعني في الفترة الحالية مش بس في البطولة الأفريقية وحتى على مستوى الدوري المحلي هنا اللي بقى صعب جدا وأكثر شراسة متهيألي في نسخته دي تحديدا، بس اللي يطمننا ويطمن طبعا جمهور النادي الأهلي روح العالية. النهارده حتى ظهرت على اداء اللعيبه في التدريبات في اليومين اللي فاتوا دول، والنهارده موسيماني كمان المدير الفني للفرقه قبل ما ينطلق التمرين كان حريص جدا جدا على انه يتكلم مع كل اللعيبه في مختار التتش، ده كان قبل ما التمرين يبتدي النهارده العصر. يمكن الجلسه كمان فيها كان بعض الامور الفنيه الخاصه بالتحضير اكيد للمباراه المهمه في فيتا كلاب الكونغولي، الجهاز الفني اتفرج على اكتر من مباراه للفريق اللي هيواجهه يوم السبت، بيحدد طبعا مواطن القوه الضعف، كان حريص برضو على انه ينقل النقاط اللي يعني اكتشفها ديت للعيبه، اكيد رغبته في الهجوم الضاغط، اكيد انه يسجل هدف بدري بيريح الاعصاب، الهدف عند موسيماني والجهاز الفني المعاون له، بس في الوقت نفسه التأمين الدفاعي مهم جدا، خاصة وأنه فريق فيتا كلاب عنده عناصر جيدة وأصحاب خبرات. وبرضه بأكد أحمد ثابت هينقل لنا الصورة، هربنا من الفريق ده صحيح بشكل قوي جدا بعد صحيح شوية. أخذ من كلامك سام الجزء المهم جدا جدا، أن إحنا إن شاء الله بإذن الله ننزل ضاغطين، عايزين نحسم المباراة من بدري، لكن مش على حساب النواحي الدفاعية. أكيد الاتزان ما بين الهجوم والدفاع
هو سبيل موسيماني ان شاء الله للوصول للفوز في هذه المباراه، ان شاء الله باذن الله يوفق في التشكيله المناسبه لهذه المباراه. كمان من الاخبار الحلوه النهارده سيام اللي اطمن جماهيرنا هو كمان مشاركه حسين الشحات في التدريبات. عارفين ان حسين يمكن كان بيعاني شويه من بعض الاجهاد، لكن النهارده يمكن اشترك بشكل كامل وبشكل اكتر من رائع مع فريقنا. يعني هو كان عنده يعني تمرين امبارح كان شويه اتخبط في رجليه كده شويه جروح سطحيه، لكن النهارده اشترك بصفه كامله مع الفريق، وده شيء ايجابي جدا. اي لعيب بيعود بيبقى شيء واضافه للنادي الاهلي. كلنا بنطمن على حسين الشحات. كمان على المستوى رقم 10 عندنا مجدي قفشه النهارده كمان بينفذ برنامج تاهيلي للتعافي من كان عنده شويه الام في الركبه كده، لكن مش هتمنعه ان شاء الله في المشاركه في مباراه بكره. يمكن النهارده ادى بعض التمرينات الاستشفائيه، جري حوالين الملعب شويه، لكن كمان اشترك في التدريبات بالكره بشكل كامل. واكيد كمان على مستوى البروتوكول فيروس كورونا، كمان البروتوكول 48 ساعه قبل المباراه كل لعيبه النادي الاهلي عملوا اجراء او مسحه طبيعيه اللي بتقام 48 ساعه حسب البروتوكول في الاتحاد الافريقي. وان شاء الله باذن الله كل لاعبتنا تكون المسحه سلبيه ويكونوا كلهم ان شاء الله مستعدين للمباراه مهمه جدا يوم السبت. اكيد إن شاء اكيد الله. دي مشاهد طبعا من المسحات اللي بيقوم بيها. يا نهار ابيض البلاطه دي بص بتبقى مش طبعا يعني لا طبعا يا خلاص متهيألي هم اتعودوا خلاص. هو بالنسبه للموضوع اكتر ناس اجرت مسحات في العالم سعد سمير. لا مش سعد سمير، اللعيبه كلها بقول اللي شايفينه قدامنا. لا هو طبعا اللعيبه كلها بصراحه خلي بالك هم خلاص بقت الموضوع بالنسبه لهم بقى موضوع عادي. يعني المسحه كمان النادي الاهلي عنده بروتوكول خاص ان هو كمان كل 48 ساعه بيعمل مساحات للعيبته، فاجراء طبيعي جدا اللعيبه اتعودت عليه. لكن نتمنى ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لفريقنا النادي الاهلي بالفوز بمباراه يوم السبت، عشان نعرف اكتر عن استعدادات فرقتنا لمباراه بيتا كلاب يوم السبت. معانا تقرير نشوفه مع حضراتكم ونرجع في البيت الكبير. يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز على نظيره فيتا كلوب الكونغولي في المواجهة المرتقبة والصعبة بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي في 9 السبت المقبل بمنافسات الجولة 3 بالمجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويأمل الجهاز الفني واللاعبون أن يكون اللقاء انطلاقة قوية لكي يعود لمكانته المعروفة عنه في جدول الترتيب ويحافظ على حظوظه في التأهل للدور المقبل كأول المجموعة في رحلة البحث عن لقب الأميرة السمراء للمرة 10 في تاريخه. لا شك أن الأهلي هو الفريق الأنجح في قارة إفريقيا، ليس فقط على الصعيد المحلي بل أيضا على الصعيد القاري وحتى العالمي، فقد ارتبط اسم النادي الأهلي بلقب الأكثر فوزا، فهو البطل التاريخي لمسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر وحتى السوبر المحلي، وهو أيضا أكثر من فاز بدوري أبطال إفريقيا في التاريخ بفارق كبير عن أقرب منافسيه الزمالك، بل ويعد من أكثر الأندية حصولاً على البطولات في تاريخ الساحرة المستديرة. واستهل النادي الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة المريخ السوداني في لقاء الجولة الأولى الذي حسمه الفريق الأحمر بـ3 أهداف دون رد، قبل أن يخسر في لقاء الجولة الثانية أمام سيمبا التنزاني بهدف، بينما افتتح الفريق الكونغولي مشواره في دور المجموعات بالخسارة أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد، قبل أن يكتسح المريخ السوداني في لقاء الجولة الثانية برباعية مقابل هدف. ولو نظرنا لجدول ترتيب المجموعة الأولى بدور المجموعات الإفريقي نرى أن فريق سيمبا التنزاني يحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويأتي فيتا كلوب في المركز الثاني برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي، والذي يحل في المركز الثالث برصيد 3 نقاط أيضا، بينما يقبع المريخ السوداني في قاع جدول ترتيب المجموعة في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط. ويخوض النادي الأهلي مباراته الثالثة في تاريخ مواجهاته مع فريق فيتا كلوب الكونغولي قبل موقعة السبت المقبل، حيث التقى الفريقان في مبارتين قبل ذلك وبالتحديد في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2019،
حيث فاز النادي الأهلي بالقاهرة بهدفين دون رد في بداية شهر يناير من عام 2019 على استاد برج العرب، حملوا توقيع ناصر ماهر وعلي معلول قبل أن يخسر في المباراة الثانية التي أقيمت على ملعب الشهداء في مدينة كينشاسا بهدف دون رد. وتعود أولى مواجهات نادي القرن الإفريقي أمام فرق الكونغو إلى نسخة دور الأبطال عام 2002 وتحديداً في مرحلة المجموعات، عندما التقى النادي الأهلي مع فريق تي بي مازمبي في الأول من سبتمبر 2002، وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله أحمد بلال، فيما كان التعادل السلبي سيد الموقف في المواجهة الثانية بين الأهلي ومازمبي في 14 من سبتمبر. وانتظر النادي الأهلي 10 سنوات كاملة قبل أن يلتقي مجدداً فريق تي بي مازمبي الكونغولي في دور المجموعات لدور الأبطال نسخة 2012، حيث أقيم اللقاء الأول بالقاهرة في 8 يوليو عام 2012، وانتهى بفوز النادي الأهلي 2-1، وسجل هدف الأهلي الأول عماد متعب، وأضاف محمد ناجي جدو هدف الأهلي الثاني. وفي 2 سبتمبر التقى الأهلي مع مازمبي في إطار الجولة الخامسة، وانتهت المباراة بخسارة الأهلي بنتيجة 2-0. وبهذا يكون النادي الأهلي قد التقى فرق الكونغو في 6 مواجهات، حقق الفوز في 3 مباريات، وكان التعادل حاضراً في مباراة، وخسر الأهلي في مواجهتين. سجل خط هجوم الأهلي خلال تلك المواجهات 5 أهداف، واستقبلت شباكه 4 أهداف. إن شاء الله نقدر نتخطى مباراتي فيتا كلاب الجايين بإذن الله، سواء هنا أو هناك. بس دلوقتي طبعا في مواقف كثيرة جدا بتحصل على مدار الأيام اللي فاتت دي بتعرفك قيمة وحجم النادي الأهلي الحقيقية، وقد إيه قلعة كبيرة زي النادي الأهلي ومفخرة، وأيضا يعني زي ما بقول منارة لكل اللي عايز يوصل لهدفه وحلمه. فبقول ليه المقدمة دي؟ بقول المقدمة دي علشان لما نشوف المدرب الأبروسي بابا فاسيليو. بابا فاسيليو ده المدرب أو المدير الفني السابق لوادي دجلة، النهاردة كان موجود في تدريب النادي الأهلي، وكان له اجتماع مع موسيماني والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة، وده بعد اختياره النادي الأهلي علشان يدرسه في إطار، طبعا هو دلوقتي بيعمل رخصة أو بيجدد رخصته التدريبية البرو، دي الرخصة دي تابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والرخصة دي لازم علشان المدرب يحصل عليها لازم يدرس أحد الأندية على كل المستويات التدريبية. علشان كده هو فضل أنه يختار النادي الأهلي بصفته أكيد نادي القرن، بصفته واحد من أكبر الأندية في الشرق الأوسط والوطن العربي، بالإضافة لكونه النهاردة ثالث عالم في مونديال الأندية الأخيرة. كابتن ما فيش شك طبعا، خلي بالك الرخصة البرو ديت بتتطلب طبعا دراسة أحد الأندية والأندية الكبيرة، يعني ممكن بابا فاسيليو كان ممكن يروح لأحد الأندية القمة في مثلا اليونان، اليونان عنده أولمبياكوس، لكن كمان على مستوى اختيارات المدرب اللي بيعمل الرخصة البرو أكيد بيختار أحد الأندية ذو القيمة الكبيرة جدا على المستوى العالمي. النادي الأهلي دلوقتي زي ما اتكلمنا، وده دليل آخر ان المستوى او النادي الأهلي بقى على مصاف الأندية العالمية. بابا فاسيليو بيعمل دراساته علشان البرو لايسنس، بالنسبة له لما بيقدم البرو لايسنس للاتحاد الإنجليزي يقول له انا كنت متواجد وعامل معايشة تدريبية، والمعايشة دي بعدد ساعات معينة، دي متطلبات البرو لايسنس، فيقول لهم انا قدامي وعملت معايشة مع النادي الأهلي بطل القرن الأفريقي صاحب البرونزية العالمية في كأس العالم أندية السابقة ذو الأرقام، ويحط أرقام النادي الأهلي وبطولات النادي الأهلي على مستوى العالمي، دي بتزيد الدراسة قيمة كبيرة جدا. والنهاردة عشان كده كمان وجه بابا فاسيليو المدير الفني السابق لوادي دجلة كل الشكر للنادي الأهلي ومسؤوليه أن هم حتى سمحوا له بالتواجد وإقامة الدراسة والمعايشة داخل النادي الأهلي لفترة معينة أكيد، وبيجدد الرخصة التدريبية. وكمان كان قال
قال على مستوى الإدارة الفنية. هو كان عنده كمان وهو بيلعب قال هو قابل يمكن موسيماني في الدوري اليوناني ولعب معاه قبل كده، ده على مستوى يعني على مستوى العلاقة الشخصية ما بينهم، لكن كمان على المستوى الفني أشاد بشكل كبير جدا جدا ببيتسو موسيماني اللي حقق بطولات مع النادي الأهلي وبيقدم مستويات أكتر من رائعة زي ما هو بيقول. كمان بيقول ان النادي الاهلي بيمشي يعني ماشي بخطوات اكتر من رائعه على المستوى الافريقي وعلى المستوى المحلي. النادي الاهلي توج زي ما حضراتكم عارفين او هو بيقول ببرونزيه العالم وماشي بخطوات ثابته جدا جدا في هذا المشوار او في مشوار العشره. هنلخص كل اللي اتكلمناه دوت، وزي ما بنقول دايما مش عشان موجودين في قناه النادي الاهلي او انا احد ابناء النادي الاهلي، لكن دايما يا جماعه النادي الاهلي في حته تانية خالص، النادي الاهلي دايما في حته تانية خالص. زي ما قلت حضراتكم باسيليو سهام بابا فاسيليو كان ممكن يروح يدرس في احد الانديه الكبرى في اليونان او احد الانديه الكبرى في اوروبا، هو علاقاته تسمح بكده، لكن اختياره للنادي الاهلي ده بيدل دليل قاطع ان لان ده زي ما بقول لك بيتقدم للاتحاد الانجليزي، فاسم النادي كمان بيفرق جدا مع اللي بيدرس مع الراجل اللي بيجدد رخصته، وبالتالي بيعلي قيمه الدراسه وبيعلي قيمه الرخصه نفسها، وبالتالي ده بيزيد من او بيدل على دلاله ان النادي الاهلي فعلا في حته ثانيه. اكيد، يمكن حتى افتكرت كلمه الكابتن فتحي نصير لما قال الارقام مش بتكذب. صحيح. والنهارده لما يطلع تقرير من الفيفا يقول لك على مدار 15 سنه الاهلي يعني متصدر او بيكسب هذه البطوله، بتكلم على الدوري حتى لمده 15 سنه، فده يعني اكثر البطوله اكثر الدوريات يعني اللي حصدها الاهلي على مداره، وذكر كمان غينيا افتكر. فانت النهارده الارقام لا تكذب، والنهارده احنا مش بنقول بنردد كلام وخلاص او كلام ده مرسل، لا انت بتتكلم فعلا انه النادي الاهلي نادي كبير بارقامه ببطولاته بالانجازات اللي حققها. صحيح. بجماهيره اكيد، أكيد قبل طبعاً. كل حاجه طبعاً. فده طبعا بيدل على ان النادي الاهلي بيغرد منفردا. صحيح. انا دايما صحيح. اقول كده يعني بيغرد منفردا ودايما الكبير هو اللي بتحوم حواليه الاشاعات، دايما الكبير هو اللي فاهم الناس بتحب تقلده بشكل افضل اكتر من يعني رائع بس ده دليل يعني دايما خلي بالك دايما لما الشهاده بتيجي من بره يعني احنا ما بيننا ومن بعض نقول اهلي زمالك اسماعيلي مصري بيراميدز كل دوت وارد وبنتكلم فيه، لكن لما تيجي الشهاده من ناس محترفين على المستوى الاوروبي ان مدرب يجي عشان يكمل البرو لايسنس بتاعته على النادي الاهلي، تعرفي قد ايه قيمه النادي الاهلي. كمان دايما بنشوف اللي بره الصوره بيشوف صح. قيمه النادي الاهلي اكتر من جوه مصر. اكيد بصراحة. اكيد خلونا نروح للاخبار العالميه، ويبدو انه فيروس كورونا متحكم اكيد ومسيطر على كل الاجواء، وفي بطوله دوري ابطال اوروبا عامل عماله. النهارده نادي ليفربول الانجليزي اللي بيلعب طبعا له نجمنا محمد صلاح وبشكل رسمي اتكلموا انه هيلعب مباراه لايبزيج يوم الاربع اللي جاي في المجر مش في انجلترا. فليفربول النهارده كان عنده بيان رسمي قال فيه انه قيود المانيا للسفر أدت إن هم ينقلوا المباراة من إنجلترا للمجر، ودي هتكون زي ما قلنا يوم الأربعاء اللي جاي على ملعب بوشكش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، وبتعتبر دي يعني أو هتعتبر وقتها ديت أرض لليفربول. صحيح. فمباراة الدياب كانت انتهت بفوز ليفربول نفكر حضراتكم بهدفين نظيفين، ومحمد صلاح كان مسجل هدف منه. طبيعي يعني مباراة يمكن محسومة بشكل أو بآخر لفريق ليفربول زي ما بنتكلم، لكن على فكرة ليفربول دلوقتي بيلعب تشيلسي، ويمكن لأول مرة من خلال الثلاث سنين اللي فاتوا نلاقي ليفربول كل أمنياته أنه يصعد لمركز ما بين الأربع مراكز الأولى للوصول للتشامبيونز ليج، أعتقد الصدارة خلاص للمان سيتي، لكن من بيلعب تشيلسي، وكمان تشيلسي النهاردة عنده رقم سلبي جدا. تشيلسي النهاردة بيلعب ليفربول على أرضه، بقاله 7 سنين لم يفز تشيلسي على ليفربول على أرضه، يمكن كمان دي من التحديات والمباراة بتقام دلوقتي. لكن خلينا مع لايبزيج اللي بيعيش فعلا حالة جيدة جدا جدا بعد كمان صعوده لنصف النهائي كاس ألمانيا وبعد فوزه على فريق فولسبورغ بهدفين في ربع النهائي، لكن لايبزيج بيقدم تجربة فريدة جدا، ويمكن اتكلمت مع حضراتكم عن هذه التجربة على مستوى الإدارة الفنية. أولا على مستوى الفريق بيحقق نتائج أكتر من رائعة، وعنده كادر تدريبي معجزة،
يوليان ناجلسمان ده مدرب عنده 33 سنة، وزي ما قلت لحضراتكم في فقرات أو في البيت الكبير قبل كده، تخيل كان السنة اللي فاتت قبل ولاية زيدان لريال مدريد كان في عرض لهذا المدرب ليوليان وهو عنده 32 سنة وينتقل من لايبزيج إلى ريال مدريد. تخيل أن هذا المدرب رفض هذا العرض. ليه رفضه؟ قال لك أنا دلوقتي أنا غير مستعد للقيام بهذه الخطوة. شوف ثقافة المدرب نفسه، مدرب عنده 32 سنة جاي له ريال مدريد وهو في ألمانيا، قال لك لا أنا مش مستعد للخطوة ديت، أنا عندي مشروع هنا في ألمانيا، أنا لسه صغير، لسه عندي مشوار طويل مع لايبزيج بنحقق فيه بروجكت أو مشروع معين، وهو ماشي لغاية دلوقتي بخطة ثابتة في مع لايبزيج، ودلوقتي بيحتل يمكن المركز الثاني بعد البايرن، يمكن عدد النقاط 3 نقاط فقط. وبالتالي احنا قدام شخصيه مدرب عنده 33 سنه، اعتقد السنين اللي جايه هيكون يعني المدير الفني لاحد الانديه الكبرى في الدوريات الكبيره. هتكون اكيد المواجهه صعبه زي ما قلت لحضراتكم، لكن ليفربول فاز في على لايبزيج هناك في المانيا 2-0، وبالتالي النتيجه يعني، بس دايما نتكلم اتنين مدربين المان ودايما الالمان ما بيهزروش، عندنا يورجن كلوب عندنا يوليان، هتكون مباراه شرسه جدا جدا، ولكن اكيد كل الجماهير هتستمتع بهذه المباراه. يعني الكوره حتى الالمانيه يمكن اتطورت في السنه اللي فاتت بشكل كبير جدا جدا، طبعاً يعني عكس أكيد. حتى يعني على ايامك لا يعني ايام كنت بلعب كان طبعا الدوري الايطالي كان نمره 1، الدوري الالماني كان نمره 2، لكن الكره الالمانيه مرت يمكن من كاس العالم اللي كان عندهم في 2006 مرت بمنحدر شويه، لكن رجعوا تاني في 2014 وخدوا كاس العالم. واعتقد دلوقتي الكره الالمانيه على المستوى المدربين، احنا بنتكلم على مستوى مدربين، كان 3 المان موجودين في المربع الذهبي في الشامبيونز ليج السنه اللي فاتت، على مستوى الكوادر المدربين الالمان اكتر من رائعه، على مستوى الانديه اعتقد مستوى البايرن يعني هو اللي بيتكلم طبعاً عن نفسه يعني. اكيد طبعا. خلينا نروح لكاس الامم الاوروبيه. كاس الامم الاوروبيه فاكرين اتاجلت من السنه اللي فاتت، بقت زي صداع النهارده في راس الاتحاد الاوروبي لكره القدم، بعد ما كان مخطط ليها ان هي تقام في 12 مدينه اوروبيه، كانوا امستردام في هولندا، باكو في اذربيجان، بلباو في اسبانيا، بوخارست في رومانيا، وفي بودابست، وفي كوبنهاجن ودبلن واسكتلندا والمانيا وسان بيتر في روسيا، وفي ايطاليا كمان اللي هتستضيف المباراه الافتتاحيه، وايضا العاصمه البريطانيه هي لندن. فدي كانت لندن كانت هتستضيف مرحلة نصف نهائي. دلوقتي كلام على استبعاد 3 مدن من اللي قلناهم، بلباو في إسبانيا، دبلن في أيرلندا، وجلاسكو في اسكتلندا، وده طبعا بسبب ان هم لحد دلوقتي مش قادرين يحددوا عدد الجمهور اللي هيكون مسموح له بالحضور. انتوا عارفين طبعا الاجراءات الاحترازيه، التباعد الاجتماعي، الاتحاد الاوروبي النهارده عايز الجمهور يحضر حتى ولو باعداد محدوده، لكن ما ينفعش النهارده نلغي فكره حضور الجماهير. لا يعني طبعا دي ما ينفعش ان احنا نلغيها خالص. هو طبعا الاتحاد الاوروبي يهمه بشكل كبير جدا جدا، من اسباب نجاح البطوله طبعا وجود جماهير. يمكن عايز يستبعد 3 مدن لغايه دلوقتي ما قدروش او ما ادوش وعود بحضور جماهيري، لكن في دراسات اكيد أكيد, بقى اكيد، لكن هو طبعا دلوقتي هو تقريبا 100 يوم، يعني 100 يوم من النهارده بقي على بطوله الامم الاوروبيه 2020 اللي هي كانت يعني المفروض تقام في 2020 لكن اتاجلت ل 2021. كانت المفترض السنه اللي فاتت هتقام من 12 يونيو ل 12 يوليو، لكن طبعا زي ما قلنا يعني ده كمان بمرور 60 سنه على انطلاق هذه البطوله، لكن زي ما احنا عارفين الميعاد اتاجل السنه دي، هتقام ان شاء الله البطوله من 11 يونيو ل 11 يوليو السنه دي، ودي فتره الصيف، على امل ان فتره الصيف كمان يكون في نوع من انواع الاستقرار شويه في أزمة فيروس كورونا. ويعني إحنا عارفين قد إيه حضور الجماهير بيكون مهم في البطولات الكبيرة زي بطولة كأس الأمم الأوروبية، وبالتالي الاتحاد الأوروبي حريص جدا إنه حتى وارد إنه هو ممكن لو الظروف اتحسنت في أحد الدول الأوروبية إن تكون البطولة في بلد واحدة مش هتتقسم على كذا بلد. هو العامل الأساسي طبعا هو استقرار حالة كورونا في أوروبا، وعلى أساسها بيحدد الاتحاد الأوروبي إذا كان ممكن تقام في بلد واحدة أو
تقام في عدة مدن في أوروبا. كل ده طبعا بتحدده أعداد الحالات في المدن دي. والنهاردة عارفين أن كل الدول بتعمل أو يعني أمريكا تحديدا والصين وكده بيعملوا على توفير اللقاح والفاكسين والأدوية اللي طبعا بتحد من فيروس كورونا يعني. فأنت النهاردة كل ديت إجراءات ودراسات لازم تتم قبل ما تقام بطولة كبيرة زي بطولة الأمم الأوروبية. هنروح لأخبار يعني فقرتنا الأولى في البيت الكبير دلوقتي مع أحمد ثابت محلل الآراء. هنقربكم أكتر من فيتا كلاب اللي الأهلي هيقابله يوم السبت اللي جاي بعد الفاصل. الترحيب بحضراتكم في البيت الكبير أول فقرتنا النهاردة على مستوى الأداء التحليلي لفريق فيتا كلاب. ودايما بيسعدنا وبيشرفنا دايما وجود الدكتور أحمد ثابت. هنتكلم على فيتا كلاب كشخصية فريق، ما نتكلمش عليه في مباراة بس المريخ، لكن نتكلم عليه كأداء على المستوى الجماعي على المستوى الفردي. كمان مهم جدا نتعرف من الدكتور أحمد على شخصية المدرب اللي بتنعكس بشكل كبير جدا على أداء الفريق. كل دوت من خلال إن شاء الله يكون فقرة مميزة معك دكتور أحمد. بنرحب بيك في البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بجميع النادي الأهلي، بالتوفيق بإذن الله النادي الأهلي في المباراة الجاية. بالتأكيد يعني مباراة تكون صعبة يعني. طيب قبل ما نخش في الأرقام والتحاليل، رؤيتك كده سريعا عن المباراة اللي جاية، قد إيه المباراة دي مهمة للنادي الأهلي، قد إيه كمان إن طموحات أكيد النادي الأهلي الوصول لصدارة المجموعة والوصول لدور الثمانية، شايفها إزاي في الإطار الفني يعني إجماليا قبل ما نخش طبعا في التحليل الفني والأرقام يعني. بالتأكيد طبعا هي مباراة هامة جدا للنادي الأهلي، لا خلاف إن احنا عندنا ثلاث مباريات على ملعبنا لازم نكسبهم في المجموعة دي بالذات. دايما كمان في مباراة دور المجموعات احنا دايما بناخد بطولة أفريقيا، عشان تاخد بطولة أفريقيا بتتاخد على مراحل. أول حاجة المرحلة اللي هي قبل دور المجموعات، بعد كده مرحلة دور المجموعات، بعد كده المراحل اللي هي النوك اوت. مرحلة دور المجموعات ده ما فيش خلاف ان انت لازم تكسب الثلاث مباريات اللي على ملعبك، لازم يبقى فيه 9 نقاط بتحصل عليه. صحيح. وبعد كده بتحاول ان انت تكسب مباراة بره ملعبك عشان تبقى 12 وتصعد، او تتعادل مثلا ايه في الثلاث مباريات، او تتعادل مباراتين عشان تبعد خالص عن حسبة بيرما والكلام. لكن لا خلاف ان انت طبعا المباراة اللي على ملعبك كمان صعوبة المباراة من النتائج اللي حصلت في الجولة الثانية. الجولة الثانية يفوز فيتا كلوب على المريخ 4-1، خلى فيتا في عنده 3 نقط والنادي الأهلي 3 نقط، وطبعا سيمبا عنده 6. فالنهاردة المباراة دي طبعا مباراة صعبة جدا، أو مباراة تعتبر هامة جدا جدا في مشوار النادي الأهلي. نفتكر برضو مشوار السنة اللي فاتت كان نفس المشوار. مش معنى برضو أن أنت خسرت من سيمبا أن لا يعني أن الأمور تبقى نفس الكلام ده حصل. على فكره النادي الاهلي دايما في دور المجموعات بيبقى كده، بيبقى مشواره كده، ودايما مشوار البطل بيبدا بالتدريج، مستواه بيزيد اثناء البطوله. صحيح. ده دايما النادي الاهلي يعني، ولكن دايما النادي الاهلي برضه على ملعبه معودنا ان هو بياخد ال9 نقاط على ملعبه. دي حاجه اساسيه يعني ان شاء الله زي ما خدنا من المريخ ان شاء الله 3 نقاط ان شاء الله يوم السبت كمان. طب خلينا زي ما بتكلم نبدا بتحليل فيتا كلوب. ودايما انا بشوف شخصيه المدرب بتنعكس على الاداء الفني للعيبه بشكل كبير جدا. فايبنجي طبعا مدرب فيتا كلوب بتعرفنا من خلال ارقامه الاجماليه، من خلال شخصيته. نقيم الاول فيتا كلوب من خلال المدير الفني. يمكن ايبنجي هو قريب شويه من موسيماني مع سان داونز، نفس فكره موسيماني مع سان داونز اللي هو قعد معاهم فتره طويله قوي. موسيماني برضو كان قاعد فتره طويله مع سان داونز في استقرار فني واستقرار اداري ان هم بيجيبوا مدرب. ايبنجي نفس الكلام من 2012 ماسك فيتا كلوب، من 2012 عنده مشروع نفس الفكره بالظبط بتاعت موسيماني. كان ماسك كمان منتخب الكونغو من 2000 ومنتخب الكونغو كان ماسكهم من 2014 ل 2019 في نفس الوقت مع فيتا، فعنده خبرات افريقيه كبيره جدا ان هو يمسك منتخب ونادي. ودليل كمان ان في الكونغو الديمقراطيه بيعتمدوا عليه وبيثقوا فيه جدا، مدرب كويس جدا. يمكن هو يعني لو استعرضنا ارقامه في البطولات الافريقيه مع فيتا، قدامنا الارقام اهي، لعب 53 مباراه في البطولات الافريقيه سواء دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه، كسب 23 من كام؟ من 53، يعني نسبه الفوز عنده 43.4، يعني نسبه كويسه اكيد. التعادل 16 مباراه، خسر كام مباراه؟ 14 مباراه بس من 53. طيب بالنسبه لمعدل الاهداف، احراز الاهداف 78 هدف، 78 هدف ونص في المباراه الواحده. هو عنده دايما
فكر هجومي، عنده شراسة هجومية، الاستقبال الأهداف 50، ده دليل دايما أنه برضو بيستقبل يعني تقريبا هدف في كل مباراة، دليل أنه عندهم نحن نطلع من خلال الأرقام دي عشان السادة المشاهدين برضو يتابعوا معنا. شخصية المدرب تنعكس على شخصية الفريق. وبالتالي من الأرقام ديت ان بيلعب كره هجوميه، بيلعب كره هجوم، مدرب هجومي واضح. هو قريب جدا من فكر موسيماني، هو يعني يمكن طريقته المفضله كمان 4-1-4-1، حتى مع فيتا بقاله 4 أو 5 سنين هو بغيرها في السنه الاخيره شويه 4-2-3-1 احيانا، ولكن طريقته المفضله 4-1-4-1، فكره هجومي بيعتمد دايما على السرعات قدام والهجمات المرتده وبيجي دايما على حساب الدفاع. صحيح. دايما في فكره. لكن طبعا مدرب محترم جدا وعنده استقرار وعارف، ويمكن هو برده هو قابل موسيماني قبل كده، يعني لو معانا صوره اللي هم كانوا قابلوا بعض قبل كده في ابريل 2016 لما موسيماني كان بيدرب سان داونز، ايبينج اتفوق على موسيماني في مباراه وموسيماني اتفوق عليه في مباراه، يمكن فيتا فاز على سان داونز 1-0 في ملعبه وسان داونز كسب فيتا 2-1 في سان داونز، فاذا في نتائج يعني قريبه، نتائج قريبه، حتى برضو نتائج قريبه مع النادي الاهلي، هو قابل النادي الاهلي قبل كده ماتشين كان معانا في دور المجموعات. دي الصوره اللي بتتكلم عليها. طبعا ده كانت في سنه ابريل 2016 هم اتقابلوا مع بعض، طبعا موسيماني لما كان ماسك سان داونز وايبينجي مع فيتا كلوب. برضو ارقامه قدام النادي الاهلي، هو قابل النادي الاهلي مباراتين سنه 2018 2019 لما كنا برضو معاهم في دور المجموعات على ملعبنا، احنا كسبنا 2-0 في القاهره هنا وهم هناك كسبونا 1-0. اذا الارقام بتقول ان هو على ملعبه بيكسب كل الماتشات وبره ملعبه بيخسر. فدي برضو معلومه او رقم لازم نبص عليه طبعاً. بجانب الرقم الهجومي ان عنده اهداف هجوميه 1.5 في كل مباراه، ده رقم كبير. لكن على مستوى كمان الدفاع انه دخل مرمى من 53 مباراه دخل 50 هدف، وبالتالي بيأكد ان في دايما الطريقه بتاعته الهجوميه وعنده ثغرات دفاعيه. صحيح. برضو ارقامه في الدوري السنه دي ماشي بشكل كويس، يمكن هو عندهم ماتش مؤجل لو كسبوه يتصدروا الدوري الكونغولي، يعني هو في الوقت في الصداره مازيمبي ب 36 نقطه فيتا الثاني ب 35 نقطه وليه ماتش مؤجل، لو كسب هيتصدر بفارق نقطتين، فاذا فيتا السنه دي ماشي بشكل كويس، دايما مازيمبي هو اللي بيبقى متصدر الدوري. صحيح. السنه دي فيتا ماشي بشكل كويس، وخاصه كمان ان انت صعوبه المباراه دي ان هي لازم تكسب، ليه؟ لان انت رايح لهم على ملعبهم. مزبوط. في ملعب الشهداء في كينشاسا، ملعب صعب، ملعب من اصعب الملاعب في افريقيا، ملعب فيتا كلوب على ملعبه، وبالتالي انت لازم باذن الله ان شاء الله تحصل على الثلاث نقاط، لازم يكون في تركيز ويكون في ان شاء الله يعني دي مباراه مش يعني مش مستحمله زي ما بيقولوا لا تقبل القسمه على الاثنين، وبالتالي ان شاء الله يعني النادي الاهلي عارف دوت واللعيبه والجهاز الفني، دي شخصيه المدرب وبتنعكس اكيد على شخصيه الفريق بشكل كبير جدا. لو رحنا لارقام الفريق برضو مش الارقام يمكن في مباراه المريخ بس، لكن الارقام على مستوى البطوله الافريقيه يعني برضو تستعرض ارقامه، ونطلع من الارقام دي ممكن استنتجات. نطلع ايه الايجابيات والسلبيات يعني. تمام. ده المعدل العام معانا، الارقام المعدل العام لفريق فيتا في خلال دور المجموعات في الماتشين، اول ماتشين في دور المجموعات هنقرا شويه الارقام ونستنتج ايه اللي مدلول الارقام دي. اول حاجه هم لعبوا مباراتين، جابوا كام هدف في المباراتين؟ 4 أهداف. اذا عندهم قوه هجوميه، مسجلين هدفين في كل مباراه، في كل مباراه اهداف من داخل المنطقه 3، من بره المنطقه هدف، اذا عندهم حلول. اللاعب الارتكاز اللي هنتكلم عليه اللي هو مميز بالتسديدات من بره المنطقه. نيجي للاستقبال الاهداف، استقبلوا كام هدف؟ هدفين. ولا يعني مره شباك نظيفه، حتى في الدور التمهيدي لعبوا ماتشين ما خرجوش بشباك نظيفه. يعني دوت برضه مشاكل دفاعيه واضحه، عندهم مشاكل في الناحيه الدفاعيه، لكن عندهم كمان قوه هجوميه. اذا في الاربع مباريات في الدوري ابطال افريقيا السنه دي الفيتا ما خرجوش ولا شباك نظيفه، دي معلومه مهمه جدا ان هم عندهم مشاكل دفاعيه تقدر ان انت تستغلها ان شاء الله، دي هنحللها في خلال الحلقه. نيجي بعد كده لمعدل الاستحواذ 56%، يعني رقم كويس ان هم برضو بيعتمدوا على الاستحواذ رقم كويس. صحيحه بيعملوا 391 تمريره صح في الماتش، ده برضو رقم بياكد ان هم كورتهم على المستوى الهجومي حلوه، بيعرفوا يمرروا، بيعتمدوا على الاستحواذ اكتر. نسبة التمريرات الصحيحة 82%، ده رقم كويس طبعا، رقم كويس طبعا برضه. أهم رقمين من وجهة نظري اللي جايين دول بيبينوا عملية البيلد أب، إزاي بيبنوا بناء الهجمة. عندهم التمريرات الطولية في الماتش الواحد، في الماتش الواحد بيعملوا 12 تمريرة طولية، 12. إذا هم دايما بيعتمدوا على إيه؟ أسلوب اللعب المباشر في تحضير الهجمة، إن في لعيب ارتكاز هنتكلم عليها برضه دلوقتي في اللعبة، إن دايما عندهم لعيب ارتكاز بيسقط ما بين الاثنين المساكين ويعمل ايه؟ التمريره الطوليه، عشان كده معدل التمريرات الطوليه 12. كذلك الباكات،
تحضير الهجمه، اللي يقرا الرقم ده ممكن يقول طب ما هم كده اسلوب لعب مباشر يعني بيطفشوا. لا او ممكن بيطلع زي ما انت بتقول هو بيعتمد على الكي بلاير او مفتاح اللعب في كذا حد بيبني الهجمه. يعني ايه ال 12 تمرير دول؟ مين اكتر ناس لعيب الارتكاز والاثنين الظاهرين دول تحديدا اللي هم بيبنوا الهجمه. نيجي بعد كده للرقم الاهم والاهم واهم رقم في الارقام كلها، الرقم اللي جاي ده، معدل العرضيات كل 90 دقيقه كام؟ 15 عرضيه، منهم 6 صح في المباراه الواحده. يعني 6 صح تقريبا بنسبه 40%. فناخد طب خلينا نقف عند الارقام دي ونتكلم عليها. عمليه البيلد اب، عمليه بناء الهجمه بتعتمد على رقم 6. رقم 6 اللي هو في عندهم بيلبس رقم 14 اللي يعني هو رقم مساسي 6 في البوزيشن، رقم 14 عندهم. لما بيستلم من خلال الارقام بيقول ان هو ما بيعتمدش ان يدي 10، لا ده بيعتمد على انطلاق الباك يمين او الباك شمال، وبالتالي الكرات الطويله بتوصل للباك اليمين المنطلق او باك ان اللعيب الارتكاز بينزل يسقط ما بين. ليه؟ لان الاثنين المساكين كرتهم مش حلوه خالص، ودي واحده من نقاط الضعف الواضحه في فيتا كلوب. الاثنين دول ما بيعرفوش يحضروا هجمه خالص، الاثنين المساكين اللي ورا عند فيتا، وبالتالي بينزل لهم اللي هو رقم 14 مساسي ما بين الاثنين المساكين ينزل يسقط عشان ابدا ابني الهجمه. بيبني الهجمه ازاي؟ اول ما ينزل يسقط تلاقي الظاهرين ايه؟ بيطيروا مع بعض في نفس الوقت. الاثنين طاروا، ده بقى تحولوا لثلاثه ورا. يعني الطريقه بتتحول اللي هي مثلا 4 1 4 1 بتتحول لايه؟ ل 3 4 3. 3 4 3 السردباكين بيفتحوا الرقم بيفتحوا اللي هو رقم 14 هو اللي بيستلم الكوره، بينزل ما بينهم والظاهرين بيطيروا عشان ده يقوم عامل الطوليه للي شباني اللي هو الباك رايت. عشان كده الارقام بتقول ايه؟ ان هم بيعملوا تمريرات طوليه كتير وبيعملوا عرضيات كتير. طب انت قلت كمان رقم مميز جدا ليهم الكرات العرضيه 12 تقريبا او 15 في الماتش الواحد، رقم كبير 15 كروس في الماتش الواحد. طيب من ناحيه اليمين ولا من الشمال؟ في اليمين اكتر، ده برضو هنبينه في ارقام اللعيبه شباني ان هو بيعمل عرضيات اكتر. يعني ناحيه شمالنا احنا، ناحيه اللي هي المساحات اللي هي ورا ايمن اشرف مثلا او ورا محمود وحيد. صح، يعني هم بيميلوا شويه بيميلوا يعني ناحيه اليمين بس برضه الباك الشمال خطير يعني الاثنين الاطراف كويسه ودي كويس. على فكره ميزه ونقطه ضعفهم ان الاثنين دول لما بيطيروا ما بيردوش بسرعه. اذا الظاهرين عندهم سرعة جدا وبيعملوا عرضيات كتير وشايفين 15 عرضيه، لكن ده اللي احنا هنتكلم عليه في نقاط الضعف، ان انت عندك الاثنين لازم تضربهم من الظاهرين. طب بس يعني برضه بتكلم معاك بالمنطق شويه، ممكن جدا يكون شويه عمليه تحفظ ان هو بيلعب هنا في القاهره امام النادي الاهلي، وبالتالي ممكن ما بيطيرش الاثنين، يعني ممكن يكون يطير واحد والتاني يقف بس واحد يعني. بس هو ممكن يعني لما نتكلم برضه في التشكيل ممكن يبدا بثلاثه ارتكاز، يعني توقعي ان هو ممكن يبدا بثلاثه ارتكاز بدل اثنين اللي لعبها في اخر ماتشين. يعني لعب مباراه المريخ 4-2 3-1 يبدا بثلاثه ارتكاز، طبعا اللي هو رقم 6 لعيب رقم 6 هيدخل كارتكاز ثالث، ده بنسبه يعني بنسبه ممكن كبيرة. 95% يبدا بارتكاز ثالث عشان برضو يدي حمايه وبيلاعب النادي الاهلي في القاهره. تمام، وفي كمان ارقام المعدل المحاولات الصحيحه 3.5 بس 12 خلي بال حضرتك 12 رقم كويس، بيروحوا طول الماتش ده دليل ان هم عندهم قوه هجوميه. صحيح. الفوز بالالتحامات 51% برضو ارقام يعني كويسه بالنسبه لهم. طيب عندك ارقام نقاط القوه البيتا كلوب خلال دوري المجموعات، احنا لغايه دلوقتي في دوري المجموعات اللي هم الماتشين اللي فاتوا. هداف الفرقه وبيد مايامبا اللي هو جاب الهدفين، اللي هو المهاجم اللي تم اكتشافه في المباراه الاخيره اللي هو احتمال كبير قوي يبدا قدامنا، وبيد مايامبا جايب هدفين. صناعه الاهداف ريكي تولينجي اللي هو الجناح الايسر عامل اسيست، واوما سولو حارس المرمى عامل اسيست، عنده اسيست حارس المرمى عمل اسيست في الهدف الرابع في مباراه المريخ، هي اتلعبت كده والدفاع سابها يعني خطا دفاعي. الاكثر معدلات في التمريرات الحاسمه يعقوبو اللي هو انا بقول لحضرتك احتمال يبدا كبير، اللي هو رقم 6 اللي هو يدخل كارتكاز ثالث عامل ده اللي انت بتقول احتمال كبير جدا كبير يخش في وسط الملعب، يعمل عامل 3 تمريرات حاسمه. كاليندا الجناح اليمين عامل 2، تولينجي الجناح الايسر عامل 1.5. طب مين الاكثر معدل محاولات؟ بالتاكيد مايامبا 1، ولليبو اللي هو الجناح اللي دايما بيبقى بديل واحتمال كبير برضو يبدا قدامنا، وده هنتكلم فيها دلوقتي ان هو برضو عامل محاولتين على المرمى. بعد كده نيجي مين اكتر واحد بيعمل تمريرات صحيحه؟ بص حضرتك ديت اللي احنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي في عمليه البيلد اب اللي هو رقم المساسي والاثنين الظاهرين الباكات، اكتر ناس بتعرف تحضر بالهجمه الباكات ومساسي. عشان كده لو بصيت في الارقام اهم اللي هم مين، اللي هو سيتا اللي هو الباك ليفت، وشباني الباك رايت، ومساسي اللي هو الايه
اللي هو الديفندر. 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 نيجي بعد كده ليه قدامنا على الشاشه اللي هو الاكثر تمريرات طوليه، برضو نفس الكلام، مين الاكثر تمريرات طوليه صحيحه؟ مساسي عامل 3.5، وشاباني اللي هو الباك رايت عامل 3.5. الاكثر مراوغات ناجحه في الفريق الباك اليمين، حريف قوي، حريف قوي اللي هو شاباني عامل 7 مراوغات ناجحه في الماتش الواحد. طب ده كمان مؤشر، مؤشر كمان احنا لو بتتكلم على الباك اليمين انت بتتكلم على الطرف الشمال الوينج الشمال للنادي الاهلي، لازم يكون في دور دفاعي اللي هو غالبا جونيور اجاي، لازم يكون في واجبات دفاعيه. بالظبط. نيجي للاكثر تاكلينج صحيح، طبعا عثماني وطارة ده اللي كان بيلعب في سموحه اللي هو المساك، عامل 6 تاكلينج صحيح، ومساسي دور مهم، هو يعتبر اهم لعيب في الفرقه اللي هو مساسي عامل 4 تاكلينج صحيح. الاكثر تدخلات دفاعيه عثماني وطارة عامل 12، وفيفيان اكواس اللي هو الاثنين المساكين يعني عاملين 12 و11. طيب من الارقام دي لغايه دلوقتي برضو نقف شويه ونبدا من لغه الارقام نحلل بعض النقاط على مستوى زي ما اتكلمنا على مستوى البيلدنج اب، انك بتعتمد بشكل كبير جدا على التمرير الطولي، الواحد بينزل يسقط. صح، ديفندر والباكين. ده يتطلب من النادي النادي الاهلي يعمل ايه؟ ده يتطلب ان انت لازم 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 تضغط على اللعيب رقم 14 اللي هو مساسي، لازم اللي هو رقم 14 اللي هو اللي بينزل يسقط ما بين، يعني انا المهاجم عندي هديله تعليمات ان هو يضغط على الاثنين السرد باكين. ليه؟ لان الاثنين كرتهم مش حلوه، فواحد لو ضغط عليهم هيبقى كويس. ليه هو كده ولا كده؟ هيضغط عليه هيلعب يعني هيلعب على طول، وده برضه هنجيبه بالحالات هتلاقيه بيطفشها بيضغط عليه ضغط. لكن المهم اللي يتمسك رقم 14 اللي هو بينزل يسقط ما بين الاثنين المساكين، ده المهم جدا. ده دور محمد مجدي قفشه اللي هو دور صانع الالعاب في الفريق من وجهه نظري، لازم مع عمرو السوليه لو فلت منه لازم عمرو السوليه يغطي وراه. ليه؟ لازم اللعيب رقم 8 واللعيب رقم 10 عندنا ايا كان مين الاسماء، لازم يتم الضغط على اللعيب اللي هو مساسي، هو يعتبر الكي بلاير او بدايه الهجمه، بدايه الهجمه من عنده. فانت لو طبعاً عايز ان هو يخرج بره اطاره او يغير سيستم لعبه هتقفل الحته ديت 70% من قوه فيتا كلوب المساسي اللي هو رقم 14 اللي بينزل يسقط ما بين الاثنين المساكين، فانت لو عملت ضغط عليه منعت بناء الهجمه عندهم. حلو. والجزء الثاني والمهم جدا انك بتتكلم على ظاهرين عندهم امكانيات بدنيه كويسه وامكانيات فنيه كويسه، وخاصه الباك اليمين عندهم عدد كتير من المراوغات، من المراوغات ومن التمريرات، ومن التمريرات، وبالتالي بيكون كمان دلوقتي دور جونيور اجاي مهم جدا يعني في المباراه. دور الجناح دي الجناح يعني الايسر او على الاسماء اي الجناح الايسر في النادي الاهلي هيبقى دوره مهم جدا في الضغط. يعني انا شايف ان الجناح الايسر هيضغط على الباك رايت، الجناح الايمن هيضغط على الباك ليفت عندهم، وتسيب الاثنين المساكين حتى لو حضروا هم كورتهم ضعيفه، يعني حتى ايا كان المهاجم اللي عندنا هيلعب سواء محمد شريف سواء ولتر بواليا لو ضغط عليهم هيعمل لهم مشاكل، يعني واحد بس. ليه؟ لان الاثنين هيطفشها، لكن لازم رقم 14 تتم مراقبته اللي هو بينزل يسقط، والاثنين الظاهرين لازم يكون فيهم عليهم ضغط، يبقى انت ضاغط بثلاث لعيبه بشكل صريح، يعني ثلاث لعيبه وفي نفس الوقت سايب الكوره مع الاثنين المساكين. مثلا هتحدد لحضرتك مثال، كان مثلا مباراه الزمالك والرجاء في نص النهائي، كان باتشيكو عمل ايه على بدر بنون؟ خلى مصطفى محمد يروح لبدر بنون يضغط عليه عشان هو اللي كورته حلوه، وساب الايه وساب المساك اللي جنبه بالزبط. هو اللي يبني ليه بالزبط. خلاص كورته مش حلوه. كذلك برضو ده الفكر، يعني ان انت مثلا لما تروح تضغط على اللي تشوف مين اللي كورته حلوه عندهم، او الاساس الارقام بتقوله ان هو اكتر واحد بيعمل تمريرات، اكتر واحد دور مهم في عمليه البيلد اب، فلازم تضغط عليه مع الادوار الجانب، يعني الادوار المهمه كمان بعد عمليه الضغط عمليه الكفرنج لازم تكون كويسه قوي، حتى في وقت من الاوقات لو على سبيل المثال يبقى مثلا الوينج رايت بتاعنا ما راحش للباك الشمال، فممكن يكون في زياده عدديه طبعا. وده دور كمان الاثنين الارتكاز، الاثنين الارتكاز لازم واحد يميل ناحيه اللي ناحيه الكوره او والثاني يغطي عمق الملعب. بالظبط، فدي كلها ادوار متشابهه. طيب على مستوى على خط النص، على مستوى الاثنين لو لعب باثنين ديفندر، على مستوى الاثنين ديفندر قلت لي كورتهم مش كويسه، ما فيش بس غير الراجل اللي بيستلم اللي هو بيبني الهجمه، لكن على مستوى الدفاعي، على مستوى خلينا نتكلم على المستوى الدفاعي عندهم شراسه في الاداء، عندهم قوه في الأداء. طبعا في وانجو اللي هو اللي بيلعب جنبه، واللعيب رقم 6 برده الثلاثه سعيد يعقوب، والثلاثه عندهم قوه. هي فيتا ميزتها في القوه البدنيه العاليه، السرعات، سرعه التحول، سرعات التحول من الدفاع للهجوم، عندهم سرعات كويسه جدا. ميزتهم من زي ما قلت لحضرتك البيلد اب بتاعهم والتمريرات الطوليه، عندهم قوه. فانا شايف برضو احنا لازم يبقى عندنا قوه في وسط الملعب، لازم يبقى عندك قوه كبيره جدا، لازم يبقى عندك ضغط، لازم تبدا انت بتلعب كنادي اهلي على ملعبك لازم يكون في ضغط عالي. طب خلينا نتكلم لوجيك كده دكتور من خلال لغايه دلوقتي، يعني عشان نتابع مع الساده المشاهدين
من اللي قلته ان وارد جدا يلعب بثلاثه في نص الملعب، وارد جدا ان هو يعتمد بشكل كبير، هو عارف ان النادي الاهلي اكيد هينزل يهاجم، يعتمد على الكاونتر اتاك، وخاصه انت بتقول عندهم سرعات. فده يتطلب ايه من النادي الاهلي؟ احنا عايزين ان شاء الله يكون في ضغط عالي، وعايزين يكون ان شاء الله الشوط الاولاني على الاقل نجيب هدف، لكن كمان السلاح المضاد الكاونتر اتاك ده شايفه ازاي ونوقفه ازاي؟ يعني ده مهم جدا، ده سؤال مهم جدا، ان هو ازاي هتوقف سلاح الهجمه المرتده والسرعات الموجوده؟ لازم يكون في واحد بيعمل عمليه السكريننج من ورا، عمليه المعاينه للفرقه، ان انا اللعيب الارتكاز الدفاعي ويكون قوي بدنيا، واحد زي اليو ديانج. اليو ديانج دوره اعتقد ان هو او اليو ديانج او حمدي فتحي، دور عمليه السكريننج، بس اليو ديانج قوي بدنيا مع لعيبه فيتا كلوب، هيعمل لك عمليه السكريننج والمعاينه ويغطي الاطراف ازاي. انت عندك ايمن اشرف او محمود وحيد لو تقدم، ومحمد هاني لو تقدم من الجبهه اليمين، اعتقد ان لازم واحد يعمل عمليه الايه المعاينه والسكريننج من ورا، مهم جدا ان هو لازم يغطي الاطراف، خاصه انت بتقول عندهم سرعات، عندهم سرعات على الاطراف، هم خطورتهم في الاطراف على الاجناب، فانت لما هم هيفكروا يضربوك هيضربوك من الاطراف، وبالتالي انت لازم يكون عندك لعيب مهم بيعمل عمليه السكريننج والتغطيه من خلال الاطراف، من خلال اليو ديانج تحديدا دوره هيبقى مهم جدا. طيب ده على مستوى الكاونتر اتاك، برضو طبيعي في طريقه 4-2-3-1 بيبقى المميزات الهجوميه مكثفه على الثلاثي اللي تحت راس الحربه. رايك فيهم ايه قبل ما نيجي طبعا لدور راس الحربه؟ يعني الثلاثه اللي عندهم يعني هم عندهم سرعات، عندهم ليبولو اللي هو رقم 20، ده انا برشح ان هو ممكن يبدا احتمال كبير، يعني هو مثلا التشكيل بتاعه كان بيبدا بملوكو، اعتقد ان ملوكو ممكن ما يبداش اللي هو رقم 21 ويبدا بليبولو. ليه؟ عشان ده اسرع وهو دايما في الماتشات. طب يا ريت برضو على الساده المشاهدين تتابع معانا لو يحضروا لنا صوره التشكيل برضو، عشان وانت بتتكلم الناس تتابع من خلال الصوره يعني نبص عليها. طبعا اكيد ماشي. التشكيل المتوقع لو استعرضناه لفيتا، فيتا طبعا ده التشكيل اللي كان في اخر المباريات، وهنقول برضو الاحتمالات اللي ممكن مين يخش او ممكن مين ده قدامنا التشكيل على الشاشه لو نجيبه هنا حتى. ممكن على الشاشه الكبيره. لو استعرضناه قدامنا اهو، طبعا في حراسه المرمى سمون وماسولا اللي هو في حراسه المرمى، تمام ده في حراسه المرمى. الاثنين المساكين عثماني وطاره اهو، الاثنين المساكين عثماني وطاره وفيفيان اكواسي، الاثنين المساكين تمام. الاثنين الارتكاز زي ما قدامنا على الشاشه مبامبو ومساسي، الاثنين الارتكاز. زومانجا ده اللي هو صانع الالعاب، اللي هو بادئ ده صانع الالعاب، والاثنين بالارقام كمان عشان الارقام اوضح يعني. بالارقام طبعا زومانجا اللي هو رقم 24 تمام. الاثنين الاجنحه تولينجي اللي هو رقم 11، وعندنا اللي هو ملوكو رقم 21، دول الاثنين الاجنحه، وقدام اوبيد مايامبا. ادي التشكيله معموله كده اللي هي 4-2-3-1 بس بالاتجاه ده. بالاتجاه ده يعني هي جايه كده، التشكيله جايه كده اهي. يبقى في حراسه المرمى سيمون وماسولا، شباني والباك ليفت طبعا، شباني اللي هو الباك رايت، ولوزولو اللي هو الباك ليفت، الاثنين المساكين السرد باكين اكواسي وعثماني وطارة، الاثنين دول عندهم مشكله واضحه في عمليه بناء الهجمه، كورتهم وحشه جدا كابتن هاني بصراحه. الاثنين دول لو بتضغط عليهم مهم جدا ان انت تضغط عليهم، الاثنين اللي هم المساكين سهل جدا دور المهاجم عندنا واحد بس، يعني هو يبقى مهاجم واحد بس ايا كان راس الحربه، يضغط يا على 15 يا على 26، هو بس مجرد ان هو يقرب له هتلاقي ان هو ايه بيطفش الايه الكوره تمام. طب احنا عايزين نعرف الرقم 14 اللي هو مساسي. بالظبط هو اللي بينزل يسقط ما بين الاثنين المساكين عشان ايه يحضر الايه الهجمه، ومبامبو اللي هو الارتكاز الثاني اللي جنبه اللي هو القوي بدنيا، وممكن يخش معاهم سيدي يعقوب اللي هو رقم 6 مكان مين؟ هيخرج تحت صانع الالعاب زومانجا، هو مش هيخرج الاطراف، هيخرج زومانجا اللي هو صانع الالعاب، ويزود واحد في النص اللي هو سيدو يعقوب، وهيدخل كرقم 6 هيدخل كرقم 6 كارتكاز ثالث، هتبقى 4-3-3. وطبعا الاطراف عندك تولينجي ناحيه الشمال، وملوكو احتمال برده ما يبداش، احتمال اللي يبدا مكانه ليبولو اللي هو رقم 20. طب على مستوى خلينا نتكلم برضو، مهم جدا نعرف مستوى يعني خلاص لو رقم 24 زومانجا ده مش موجود هيخش مكانه سيدو يعقوب، هيبقى في نص الملعب. صفات ملوكو 21، ملوكو وتولينجا، ملوكو صغير في السن مش سريع بس ليبولو اللي هو رقم 20 اسرع منه واخطر، ومسجل هدفين في الدور التمهيدي، فغالبا هيبدا لبولو اللي هو رقم 20 مكان ملوكو رقم 21،
وتولينج ده اساسي بتاعه، ده بيعمل تمريرات حاسمه كتير جدا، ولعيب برده في الجبهه اليسرى هيبقى في جبهه قويه قوي على محمد هاني اللي هو سيتا اللي هو الباك ليفت، وتولينجي اللي هو الجناح اليمين، وقدام طبعا المهاجم الخطير اوبيد مايامبا. طب حد فيهم صاحب قدم يسرى يعني لعيب اشول؟ لا اللي كلهم ايمن، كله ايمن، وكله من اللعيبه اللي هي عندها سرعات. سرعات الاحتمالات يعني التشكيله دي اللي هو بدا بيها اخر مباراه احتمال يتغير فيها اثنين زي ما قلنا التغييرين بالظبط. طيب انا بسالك السؤال ده ليه؟ لان لو ما فهمش حد بيلعب برجله الشمال فاعتقد اعتقد اللي ناحيه محمد هاني اكيد هيخش على العمق، هيخش على العمق، وناحيه لو قلنا مثلا علي أيمن أشرف أو محمود وحيد هيكمل على الخط لان على عدلته، يعني على عدلته صح، هيبقى على عدلته، بس هنا عند محمد هاني ده هيخش للعمق والباك ليفت بيطير. ومساسي ده اللي احنا اتكلمنا عليه اهم واحد اللي هو بينزل يسقط يستلم ما بين الايه، رقم 14. رقم 14 لو جبنا الاول حاله معانا في الحالات الفنيه هتبص ازاي مساسي اللي هو رقم 14 ده اللي لازم تضغط عليه. بص حضرتك قدامنا اول حاله مساسي اللي هو رقم 14 بينزل يسقط للخلف، بص على الصوره بص حضرتك هتلاقي مساسي هو رقم 14 نازل ايه، عايز ينزل يستلم، والاثنين المساكين كرتهم وحشه جدا. اوكي ده مجرد ان انت بس تنزل عليهم مهاجم هتلاقي ان هو بيطفش اصلا بيغلط. ليه؟ لان مساسي اهو بيدوروا كلهم على مساسي، فانت لازم محمد مجدي قفشه عمرو السوليه حد من اللي يا اما صانع الالعاب يا اما الارتكاز لازم اضغط عليه، لازم امنع بناء الهجمه. ده نقطه مهمه جدا، والساده المشاهدين كمان يبصوا على الباك اليمين، لحظه ما السردي باك معاه الكوره بص الباك اليمين فين، ده تقريبا بيعدي خط النص. ما دي الصوره اللي بعدها بقى اللي احنا لما نجيبها هنلاحظ، بص حضرتك اهو بالظبط نزل مساسي استلم اللي عليه السبوت اللي عليه الاضاءه، بص الباك اليمين اللي هناك فين، طاير. من غير ما حد يقول له ولا اي حاجه، هو متدرب ومتمرن، ده هو والسردي باك معاه الكوره اوريدي اتحرك وعدى خط النص. فدي صوره واضحه لعمليه البيلد اب ازاي توقف عمليه بناء الهجمه عند فريق فيتا كلوب، ان مساسي رقم 14 اخطر واحد في الفرقه واهم لعيب في الفرقه يتضغط عليه. ليه؟ لان الباكات اهي بتطير، فانت بالتالي هتلاقي ان الظاهرين طايرين، ما فيش حد فيهم واقف، ودي مهمه جدا يا دكتور. انت لو نجحت في عمليه الضغط وخدت الكره انت كده كده الباك اليمين بيكون طاير، فهيخلق لك مساحه ناحيه اليمين وكمان من ناحيه الشمال على حسب انت بتضغط فين وخدت الكره فين، وبالتالي لو ضغطت في نص الملعب وخدت الكره هيكون عندك اوريدي مساحات كبيره جدا. الطريقه اتحولت لكام بقى؟ لـ3-4-3 بقت 3 ورا بوجود مساسي معاهم كاليبرو، يعتبر كاليبرو متقدم، والاطراف طارت بقت 3-4-3 والثلاثه اللي هم الجناحين والمهاجم. في اللحظه ديت الاطراف بتخش لجوه شويه عشان توسع للباك، عشان توسع مساحات للايه؟ للاوفرلاب للفول باك. فدي مهمه جدا، ان انت ازاي ده اهم حاجه عندهم في فيتا، عشان توقع رقم واحد عشان نوقف فيتا كلوب لازم الضغط على مساسي، سواء بقى محمد انا بقول لحضرتك دايما ان لازم يبقى واحد من وسط الملعب. ليه؟ لان المهاجم احنا عايزين مهاجم واحد بس يضغط على الاثنين المساكين على السردي باكين. انت مجرد ان انت ضغطت عليهم غلطتهم وسبت مساسي لعمرو السوليه او مثلا محمد مجدي اي صانع الالعاب او لعيب الارتكاز اللي هو رقم 8 هيضغط عليه. ليه؟ لازم يتعامل عليه مان تو مان، لان انت كده خلاص فقط يعني خليت فيتا كلوب بيفقد 90% من قوته. صحيح، لان انت خلاص منعتهم ان هم يمنعوا الهجمه بقى في مساحات من وقت. الصوره اللي بعدها نفس، بص حضرتك الكره وصلت لفين والباك طار لفين اهو. ده خلاص كانه بيلعب وينج، خلاص كانه بيلعب جناح يمين بالظبط. ايمن شبان يستلم التمرير الطولي من الخلف، وصل لفين وادي ايه، طبعا بيبقى فيه بقى زياده عدديه، وزي ما حضرتك قلت الجناح الايمن دخل للعمق والظهير طار، وادي المهاجم اوبيد مايامبا بيفكر يخش جوه المنطقه. الصوره اللي بعدها ده بقى، ده احنا كده اتكلمنا على ايه، على البيلد اب، على البيلد اب. طيب هنخش بقى للضغط، اسلوب الضغط بالزبط. في ثلاث انواع من الضغط، في فرقه بتضغط ضغط عالي، في فرقه بتضغط ضغط في وسط الملعب، في فرقه بتعمل دفاع منطقه وبتضغط ضغط منخفض. ده هم بيعملوا ايه؟ بيعملوا ضغط في وسط الملعب، بيسيبوك ان انت، دي ميزه على فكره هيقدموها لنا، ان هم بيسيبوك ان انت تحضر في وسط الاثنين المساكين يلعبوا كوره. بيضغطوا دايما فين؟ اول ما الكره تروح عند عمرو السوليه او عند حمدي فتحي او عند اليو ديو، اول ما توصل تخش نص الملعب، اول ما تخش نص الملعب هتلاقيهم بيضغطوا عليك. والصوره دي برده يعني بتوضح كلامك يا دكتور، ان حتى اللي معاه الكره ده سيردي باك، بس هو بيلعب كره طويله عشوائيه يعني، وفي سيردي باك جنبه وفي باك طاير، فهو الراس الحربه اللي هو اول السبوت وبيد مايامبا ده سايب مساحه للسيردي باك انه يبني يعني. وكمان ايه، النتيجه 1-0، هم خسرانين 1-0 من المريخ في اول المباراه، يعني ده بيأكد يعني بيأكد ان هم ده اسلوبهم،
يعني المفروض ان انا خسران 1-0 ده انا هضغط ضغط عالي وهحاول اتعادل بالظبط. وخاصه اعتقاد الشخص ان هم كمان مش هيعملوا ضغط عالي قدام النادي الاهلي يعني في فده ده اسلوبهم حتى برضه في ملعبهم هيبقوا كده اسلوب الضغط بيضغطوا اول ما الكوره توصل في ايه في وسط الملعب. الصوره اللي بعدها برضه بتاكد نفس الكلام هم بداوا يضغطوا من امتى اول ما الكوره راحت للباك ليفت بتاع المريخ السوداني اهو في وسط الايه في وسط الملعب او يعني سايبين دايما دي ميزه ان بدري بنون وياسر ابراهيم او ايمن اشرف هيعرفوا يحضروا الهجمه بشكل كويس. اذا دي برضو بتدينا ميزه ان احنا ممكن نقدر نعتمد على التمريرات الطوليه في ظهر المدافعين او التمرير الطولي فين في ظهر الظاهرين لان هم عندهم الظاهرين بيبقوا متقدمين فانت ممكن تعمل جمله ان انت مثلا تعمل تمريره طوليه في ظهر الظاهرين ليه الاجنحه بتاعتنا. طيب لكن هنا الصوره بتبين والسبوت واضح جدا ان في ضغط عالي وضغط قوي في نص الملعب في وسط الملعب ده بيتطلب من لعيبه النادي الاهلي بعد ما نطلع الكره في نص الملعب يكون في تحضير انك بشكل كويس لانك تتوقع ان هيضغط يضغط عليك وبالتالي اللمسه الواحده واللمستين مهمين جدا وده دور مين كمان صانع الالعاب بتاعنا ان انت في ضغط في وسط الملعب على عمرو السوليه وعلى حمدي فتحي او اليو ديانج اللي اي اتنين فيهم لازم مثلا محمد مجدي قفش صانع الالعاب لازم يكون بينزل يفضي في مساحه فاضيه معاهم ليه عشان هيبقى في ضغط في وسط الملعب عندهم وده برده في الدقيقه كام 6:51 ثانيه يعني وكانت النتيجه 0-0 يعني حاله تانية وقت مختلف. الصوره اللي بعديها ده طبعا بيبين دي المشاكل الدفاعيه اللي عندهم زي ما قلنا ان هم الظاهرين بيطيروا ولكن الظاهرين ورا عندهم ايه مساحات كبيره جدا بالذات الباك ليفت اللي هو لوزولو سيتا. بص حضرتك جون المريخ السوداني الاول في الدقيقه 7 جه رفع اللعيب بص كانت هجمه برده واتقطعت. الصوره اللي بعدها يعني الصوره اللي قبلها كان بيحضر انه يلعب كره طويله الباك ليفت مش موجود اصلا يعني ده اللي بيغطي ده المساك الباك ليفت مش موجود اتلعبت في ظهره وراحت في المساحه اللي ورا الباك ليفت يعني اللي داخل ده كمان سيرد باك ما كانش تغطية عكسيه اهم نقطه ضعف في تاكلوب المساحه الموجوده ورا الباك ليفت اكتر من الباك رايت تمام المساحه الموجوده ورا الباك ليفت اللي هي هيتحرك فيها وليكن حسين الشحات او طاهر محمد طاهر او اجاييه اي حد وكذلك الباك عشان كده دور محمد هاني انا بشوفه مهم جدا في المباراه دي وده موقف طبيعي ان موقف دفاعي غلط انت بتلعب في 18 بتاع الشكل 3-3 يعني او كمان 2-2 في موقف والمساحات بعيده جدا الثغره الموجوده ورا الباك لازم محمد هاني يتقدم لاخر الخط يحاول لو اتقدم لاخر الخط اخر الخط ده المنطقه هنا لو عمل منها عرضيات كتير فيتا كلوب هتعاني ان شاء الله. الصوره اللي بعد كده برضو دي حاله تانية نفس بص حضرتك المساحه اللي في الصوره اللي فوق والصوره اللي تحت اللي فوق ده بص الباك ليفت لسه ما رجعش المريخ السوداني ولاعيبي المريخ السوداني اخذوا الكوره وطار والباك ليفت ما رجعش اساسا فاذا برضو بص المساحه قد ايه دي تاكيد على ان في مساحات ورا الظاهرين واكتر حاجه عندهم الباك ليفت يعني الباك ليفت عنده مساحات الظهير الايسر مساحات اكتر من الظهير الايمن تمام. الصوره اللي بعدها بقى الظهير الايمن المساحه الموجوده ورا الظهير الايمن بص هي المساحه برضو اتلعبت الكره هي في الصوره اللي فوق اتلعبت الصوره الاولانيه اتلعبت في ظهره بعد كده ايه راح له اللي هو عثماني وطارة اللي هو كان بيلعب في سموحه المساك اللي ناحيه اليمين ده السرد باك راح له اتلم اترقص رقصه في الواحد على واحد وراح لعبها عثماني الاثنين المساكين اصلا ضعاف في الواحد على واحد وضعاف في كرتهم على الارض لكن هم ممكن يكونوا اقوياء بدنيا وعندهم بطء شديد قوي يعني هو لما تبقى اربع ماتشات ما بتخرجش بولا مباراه باك نظيفه الاثنين المساكين عندهم بطء وعندهم مشكله كبيره جدا يعني انت محتاج مهاجم سريع ومهاجم يكون هجام طيب يضغط عليهم ومحتاجين الاطراف بتاعتنا الأطراف تشتغل بشكل كويس جدا. طب الصوره اللي بعد كده الصوره اللي بعدها دي كان ده الهدف اللي هو التاني 24 احتمال ما يتحققش ليه لان هو صانع العاب بيبدا دايما في المباريات اللي ملعبه ومميز قوي بالتسديدات شوط واحده وقعت جون صدها ومين بقى اللي متابع الصوره دي انا جايبينها تحديدا عشان نبين خطوره مايامبا عندهم المهاجم ده مهاجم كويس قوي اللي هو مايامبا اللي هو بيتابع في الاحتياطي بتاعه اسمه فيستون مايلي برده مهاجم كويس مش مهاجم كويس وعنده خبرات وهو مميز بالصناعه اكتر لكن ده هداف وهجام اكتر يعني عامل ده الكره دي اتشاطت عمل فولو اتوقع ان هي الكره هتقع اول ما الكره اتشاطت راح رايح ده دليل ان هو عنده قدره على المتابعه فلازم طبعا مراقبه شديده عليه تمام. تحديدا من ياسر ابراهيم او من بدري بنون او من ايمن اشرف. طب الصوره اللي بعدها ده بص حضرتك بقى اللي هي المشكله اللي قلت حضرتك عليها الضغط احنا محتاجين مهاجم واحد بس يضغط على الاثنين المساكين. بص دي كوره مجرد بس ان المهاجم فكر يقرب منه قلشت منه مجرد بس ان المهاجم افكر يقرب التحضير الهجمه نفس الكلام مين اللي نازل برضو رقم 14
هو برضو يعني هو ممكن واحد من التلاتة اللي بيحاول ينزل. هو هو زي ما انت بتقول بالظبط. تاني بنقول لما الكرة مع السرد باك ملاحظين ان كمان الباك يمين الباك اليمين بدأ يطير. والباك ليفت بدأ يطير. وواحد من الاثنين المساكين بينزل علشان يسقط. اللي هي 4-1-4-1 بتتحول. يعني هي طريقة لعبهم قدامنا هتبقى 4-1-4-1 او 4-3-3 بتتحول ل 3-4-3 وكرة معاهم. الكرة معاهم بعد ما يلعب اللونج بعد ما ينزل رقم 14 ما بين الاثنين المساكين. هتلاقي الباكات طايره في الصوره دي. الضغط مهم جدا على السردباكين. مهم جدا على السردباكين. هيغلطهم كورتهم مش حلوه جدا. واحد بس مهاجم واحد بس لو ضغط رقم 14 لازم يتنقل اللي هو لعيب الارتكاز اللي هو مساسي لازم يبقى معاه واحد عشان امنع عمليه البيلد اب. وبالتالي هيبقى كل هجماتي فين عندهم. لو انا عملت ضغط عالي ومنعت ان هم يبنوا الهجمه هتلاقي كل الماتش عند فيتا كلوب. وكمان مهم جدا برضو في النقطه دي قبل ما نروح للصوره اللي جايه ان حتى لو لعب الكره الطويله يبقى الكره الثانيه بتاعتنا. وده مهم جدا عمليه طبعًا. ان الكره الثانيه ترد لنص الملعب بتاعنا. ودور مهم جدا برضو للاعيب اللي هيعمل سكريننج وكفر من ورا عشان يغطي المساحات اللي هتبقى موجوده صحيح. في الاطراف. صحيح. الصوره اللي بعدها دي خريطه. دي يمكن ده تمريرات الباك رايت الباك اليمين ازاي. ده برضو شباني بيعمل تمريرات طوليه كتيره جدا. بص حضرتك قد ايه 1 2 3 عامل تمريرات كتيره جدا. طب عشان الناس تفهم الاخضر والاحمر. الاخضر هو التمريرات اللي الصحيحة. هي الصحيحه والاخضر هي والاحمر هي التمريرات الخاطئه. طيب اوكي. الصوره اللي بعدها ده برضو دي تحركات الايه الباك ليفت. بص تمريرات الباك ليفت. واحد من اكتر اللعيبه اللي بتعمل تمريرات كتير جدا اللي هو الباك الليفت. كورته حلوه الشمال وبيوصل وعنده كفرنج على مساحه كبيره جدا من الملعب يعني. الصوره اللي بعدها ده الباك اليمين. دي برضو تمريراته عندهم الاطراف مميزه جدا على المستوى الهجومي. بص عامل تمريرات فين الباك اليمين. كل التمرينات في وسط الملعب الهجومي يعني. الصوره اللي بعدها ده برضو التمريرات الطوليه. نكمل. ده برضو العرضيات اماكن العرضيات عنده. يعني وصل برضو. ودي ارجع الصوره اللي قبلها ثانيه واحده. دي اماكن العرضيات بتاعته بتاع الباك رايت بتاع الاحمر اللي هو ما وصلتش صح والاخضر اللي وصلت بشكل سليم يعني. بص العرضيات قد ايه. نفس الكلام ان هي الكوره ان اللعيب هنا بينزل يسقط اللي هو رقم 14 وبيلعب فين. بيلعب على المساحه على الجنب في المساحه اللي موجوده في ظهر الباك ليفت بتاعنا. أوكي. الصوره اللي بعدها او ده العرضيات بتاعت الباك ليفت. هو برضه باك مميز بس مش عامل عرضيات زي الباك اليمين. بس بيوصل بيوصل نفس الفكره برضه. دي بقى ايه ديت اماكن التمريرات الطوليه بتاعت مساسي. اللي هو رقم 14. أوكي. اللي هو بينزل يسقط. بص عامل التمريرات الطوليه منين. ما بين دايما في المساحه ايه في وسط الملعب بينزل بالزبط. هو يسقط بس وكل مايل قوي التمريرات موجهه فين. مايل قوي ناحيه اليمين اكتر من الشمال يعني هو اشول. هو اشول فبيوصل. هو اشول فبينزل أوكي. الناحيه دي فبيلعب بكورته بالشمال لمين للباك رايت اكتر. تمام. هو بينزل دايما يعني بيلعب بقدمه اليسرى يعني. تمام. فبينزل على وسط الملعب ويعمل ايه التمرير الطولي فين للباك رايت. بص الاسهم اتجاهها فين اهو هتلاقيها راحه للطرف ناحيه الايه الباك رايت هنا عشان يعمل العرضيه. تمام. الصوره اللي بعدها دي جت قبل كده. دي جت قبل كده. الصوره اللي بعدها برضو في صوره اللي هي ملعبين. ملعبين دي برضو فيها اماكن التمريرات بتاعت مساسي. نكمل. في صوره كده بترجع. في صوره لو استعرضناها برضو في صوره معانا اللي هي ملعبين كده وفيها اماكن تمريرات. دي برضو اماكن تمريرات مساسي اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو اللعيب رقم 14 اللي هو ازاي اهم لعيب في الفرقه وازاي تضغط عليه. معانا برضو الارقام بتاعت برضو لغه الارقام بتكون كمان يعني بعد ما شفنا الصور لغه الارقام كمان بتبين اكتر يعني. احنا مع اهم 4 لعيبه في الفرقه. اهم 4 لعيبه في فرقه فيتا كلوب وبيد مايامبا اللي هو لعيب رقم 14 مساسي اللي هو الكي بلاير اللي احنا قلنا عليه لازم يتضغط عليه. تمام. رقم 2 اللي هو المهاجم اوبيد مايامبا اللي هو المهاجم هداف خطير جدا وده اكتشاف ما كانش موجود. في شاباني اللي هو الباك ليفت الباك رايت ولوزولو سيتا اللي هو الباك ليفت. اول ارقام معانا اللي هو مايامبا اللي قدامنا على الشاشه. مايامبا اللي هو المهاجم لعب مباراتين في دور المجموعات مباراه اساسي ومباراه بديل مسجل هدفين هو هداف الفرقه. فرص على المرمى 4 منهم 2 صح يعني نسبه يعني نجاح 50%. الفينش بتاعه كويس جدا وعنده توقع صح زي ما شفنا في الصوره. التصويبات 6 التصويبات 6 منهم 2 صح. اوكي. التمريرات الصحيحة 21 منهم 17 صح. الالتحامات الهوائية هو على فكرة هو مش مهاجم بتاع الالتحامات يعني الالتحامات هو كسب 5 من 15 ودخل في 23 كسب 11. هو كورته على الأرض أحسن. يعني مش يعني مش قوي بدنيا بدن هو طويل القامة لكن هو كورته حلوة على الأرض وهداف. ده المهاجم اللي هو عكس الفيستون مايلي
فيستون مايلي برضو نفس الكلام، ده المهاجم الثاني، المهاجم الثاني اه محطه اكتر منه وبيعتمد على الـ يعني الايه الاسيستات، يديك اسيستات، يديك تمريرات حاسمه اكتر. اوكي ده بالنسبه ليه فيستون مايلي اللي هو المهاجم البديل بتاع مايامبا، لكن الاقرب اللي هيلعب قدامنا مايامبا. اللي بعد كده اميدي مساسي اللي هو اللعيب رقم 14، وده واحد من امتع اللعيبه واللي احنا اتكلمنا عليه اهم لعيب في فرقه فيتا رقم 14. اميدي مساسي قدامنا ارقامه على الشاشه، لعب مباراتين مسجل هدف. طب الهدف ده جابه ازاي؟ من تسديده من بره المنطقه. اه يعني بيزيد كمان، بيزيد وبيكمل. هو مش لعيب رقم 6، هو يعني هو 8 ما بيوصلش بس بيقف، هو لا هو بيكمل، عنده عمليه الزي، هو بوكس تو بوكس اصلا، هو لعيب زي عمرو السوليه. آه بس هو بينزل ما بين الاثنين المساكين وبيكمل كمان، ويعتبر اهم لعيب في الفرقه اللي هو قدامنا ارقامه على الشاشه. عامل كام تمريره؟ 110 تمريره في ماتشين، منهم 92 تمريره صح من 110، يعني نسبه دقه 84%. عامل كام تسديده على المرمى؟ 3 تسديدات منهم واحده صح. المراوغات بص لعيب مهاري قوي، 6 من 6، 6 ناجح من 6 محاولات. اه طبعا لعيب مهاري. التمريرات البينيه واحده، عامل 2 منهم واحده صح. قطع التمريرات 8. اذا اهم لعيب في الفرقه اميدي مساسي اللي هو رقم 14، بناكد للمره المليون. يعني نيجي بعد كده للاطراف الظاهريه. اه طبعا بنتكلم كمان ان قوات نقط الباك اليمين والباك الشمال برضو نعرف ارقامهم. شباني هو الاكثر في العرضيات والاكثر اللي هو الباك اليمين، شباني الاكثر في العرضيات والاكثر في المراوغات الناجحه. الباك اليمين ناحيه جبهتنا الشمال، ناحيه جبهه الشمال بتاعتنا. لعب مباراتين، عامل كام عرضيه في الماتشين؟ 11 عرضيه، 11 عرضيه في الماتشين، رقم كبير. اه طبعا. عامل كام تمريره؟ 118 تمريره، رقم كبير برضو، 118 في ماتشين منهم 85 صح. قطع التمريرات 12، استخلاص الكوره 14 منهم 2 بس في ملعب الخصم. ده دليل ايه؟ دليل ان هم ما بيضغطوش ضغط عالي زي ما احنا قلنا، ان هم بيضغطوا في وسط الملعب اكتر. 14 منهم 2 صح، دي ارقام الباك رايت، وقلنا ان هو مميز بالمراوغات ومميز بالعرضيات، ودايما التمريره الطوليه بتتلعب له في ظهر الباك الايسر بتاع المنافس عشان يعمل هو الكره العرضيه. نيجي بقى للباك ليفت اللي هو لوزولو سيتا. الباك ليفت، الباك ليفت اكتر واحد بيمرر من تحت، او اكتر واحد برضو عنده التمريرات ده، عشان كده دايما هتلاقي ان الجبهه الشمال اللي هو مساسي بينزل يسقط والباك الشمال بيبقى موجود، فالجبهه الشمال اكتر. اه يعني هو كمان بيساعد في عمليه بناء الهجمه. آه. انه ممكن جدا مساسي ده يسلم للباك الشمال عشان كورته حلوه. اه وهو كمان بيسلم له، الاثنين يعني بيسلموا. فممكن برضو ايه عمليه ان مثلا انت لو ناوي تضغط بلعيب معين هتخليه يروح ناحيه الايه الجبهه اليسرى اكتر، او ممكن مثلا محمد مجدي قفشه مثلا، وتخلي الجناح اليمين اللي هيلعب معاه مثلا وليكن الشحات او طاهر محمد طاهر يضغط معاه، بحيث ان انت يبقى انت مانع مساسي ومانع الباك يمين ومانع الباك الشمال، يبقى انت مانع الاثنين مع بعض، يبقى انت خلاص قفلتها. صحيح. تمام. ده قدامنا ارقامه على الشاشه، عامل 122 تمريره، اكتر لاعب في فريق فيتا بيعمل عامل تمريرات اللي هو الباك الشمال، 122 تمريره. عرضياته 5 مش كتير مقارنه بال11 بتوع الباك اليمين. تمام. قطع التمريرات 14 تمريره، استخلاص الكوره 18 مره منهم 2 في ملعب الخصم. ده برضو يعني الضغط مش عالي، ارقامه ضغطه مش عالي، وهو هو على المستوى الهجومي. من الواضح يعني اجماليا للارقام دي دكتور احمد، واضح مش هنتكلم تاني، مش عايزين، واتكلم بكل امانه، ان احنا نضخم الخصم قوي. احنا بنتكلم النادي الاهلي طبيعي جدا ان شاء الله باذن الله يكون هو السيطره على المباراه ايا كان بيلعبوا ازاي. احنا بس بنوضح بعض النقاط القوه في الخصم وبعض النقاط الضعف، لكن طبيعي جدا مش هنضخم. المباراه صعبه على المستوى الضغوط، على مستوى النادي الاهلي لا بديل غير الفوز، لكن على المستوى التكتيكي اعتقد اللي احنا بنقوله ده اكيد واصل للجهاز الفني ودرسوه وعملوا خطتهم وعملوا اساليب اللعب. هم برضو على فكره قوتهم مش بنفس السنتين ثلاثه اللي فاتوا. يعني هو انت لو بصينا على الفرقه وبعد ما حللنا الفرقه هتلاقي ان هم مثلا عندهم 4 لعيبه هم الكويسين قوي. يعني مساسي مثلا اهم حاجه عندهم ان مساسي اللي هو اللعيب الارتكاز بينزل يسقط ما بين الاثنين المساكين ويبني الهجمه، والقط والظهرين بيطيروا، دي اهم حاجه. فمساسي يعتبر اهم لعيب في الفرقه. عندهم مهاجم نوعا ما هداف كورته حلوه، عندهم الظاهرين بيطيروا، يمكن دول ابرز اربعه في الفرقه. الباقي لعيبه ممكن نقول 7 من 10 او 6 من 10، لكن دول الاربعه هم فريق قوي، فريق محترم، المدرب بتاعهم محفظهم شغل ان اللعيب ازاي بينزل يسقط والعرضيات بتتلعب، ولكن عندهم نقاط ضعف زي ما قلنا، ان عندهم الاثنين المساكين كورتهم وحشه جدا، كورتهم سيئه جدا، سهل ان انت تضغط عليهم وسهل ان هم يرتكبوا اخطاء،
واتكلمنا ان دي نقطه مهمه جدا وهتفرق في المباراه، ان انت لو عملت عليهم ضغط عالي من بدري هتغلطهم، وكمان عندهم مشاكل دفاعيه في المساحات اللي ورا الظهيرين، يعني صحيح. الباكين بيطيروا ولكن المساحات عندهم كبيره جدا، فعندهم مشاكل دفاعيه كتيره جدا، بدليل ان هم ولا مباراه كلين شيت في الاربع مباريات اللي لعبوها في دوري ابطال افريقيا. اذا هم فريق طبعا محترم وفريق قوي، ولكن عندهم نقاط ضعف نقدر ان احنا نستغلها، واحنا ان شاء الله كلنا ثقه في الجهاز الفني واللعيبه ان شاء الله، انه يعني ان شاء الله يوم السبت يعني لا بديل عن الفوز، وفي اعتقادي الشخصي ان شاء الله انا متوقع كده ان باذن الله نكسب 2-0. بدايه المباراه مهمه جدا، النقاط ديت اكيد واصله للعيبه واصله للجهاز الفني، وتبقى الروح وتبقى العزيمه، وده مهم جدا جدا، بعيد عن الفنيات وبعيد عن الارقام، اصرارك على حسم المباراه من بدري، اصرارك على ان شاء الله يعني مواصله المشوار بنجاح، كل دوت باذن الله يكون موجود يوم السبت يعني ان شاء الله. ان شاء الله مهم جدا ان شاء الله، يعني الاصرار والعزيمه بتاعت لعيبه النادي الاهلي ان هم ان شاء الله يعني يعوضونا بقى عن المباراه اللي فاتت باذن الله، وان شاء الله يعني يكون في الضغط العالي من اول دقيقه، وان انت ازاي تضغط انت تحاول ان انت مبكر او في اول 20 دقيقه هيريح كتير جدا، هيعمل عليهم ضغط، هتلاقي الهفوات بدات تبان اكتر، هم كمان اسم النادي الاهلي اكيد خايفين منه بشكل كبير جدا يعني، فعمليه الضغط مع وجود اتنين مساكين كرتهم مش عاليه تقدر ان انت ان شاء الله يرتكبوا اخطاء، وتقدر ان انت ان شاء الله تفوز بالمباراه يا رب ان شاء الله باذن الله نفوز بالمباراه. وبنشكرك شكرا جزيلا، شكرا لك وشرفتنا يعني. ودايما متالق يا دكتور، دايما بعض ما عندك ربنا يخليك يعني. شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت. ده كانت نهايه فقرتنا الاولى في البيت الكبير، بعد الفاصل معانا نجم النادي الاهلي السابق الكابتن احمد عادل. بنرحب بحضراتكم مره تانية في البيت الكبير دلوقتي، لسه برضو طبعا اكيد الحديث مستمر، لصوت يعلو فوق صوت المباراة المرتقبة، مواجهة الأهلي الأفريقية يوم السبت اللي جاي إن شاء الله أمام فيتا كلاب. ما زال الحديث مستمر في البيت الكبير، معانا الكابتن أحمد عادل زي ما قلت طبعا لحضراتكم، واحد من أعضاء الجيل الذهبي تحت قيادة مانويل جوزيه اللي سيطر على كل البطولات المحلية والأفريقية في هذا التوقيت. شرفنا كابتن أحمد، وحديث مهم ومطول اكيد عن المواجهه المرتقبه للاهلي في دوري ابطال افريقيا. جيت طبعا في البدايه سعيد ان انا موجود مع حضرتك، وسعيد ان انا منور يا كابتن هاني، ربنا يخليك يا كابتن، سعيد ان انا موجود معاكم كالعاده يعني، ودايما كده في احسن حال متالقين دايما. الله يخليك حبيبي يا احمد. مباراه مهمه اكيد في المشوار الافريقي، المباراه على مستوى الضغوط اتصعبت شويه بعد طبعا هزيمتنا من سيمبا وفوز فيدا كلوب على المريخ، خدت شكل مختلف يعني، خدت شكل مختلف من نواحي الضغوط، لكن في اعتقادي الشخصي ان شاء الله النادي الاهلي قادر على الفوز على فيتا كلوب. لكن رؤيتك الفنيه انت كلاعب ممكن تكون مريت بظروف زي ديت من خلال مشوار افريقي، كان مباريات بيبقى لازم لا تقبل القسم على الاثنين، ازاي اللعيبه نفسها بتستعد لهذه الانواع من المباريات الصعبه يعني؟ بص يا كده كابتن، خلينا نتفق ان كجهاز فني نادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي هي بتعرف تقفل صفحاتها كويس، يمكن حتى لو في المباراه فيها اخفاق هو بيعرف يقفل صفحاته كويس، وبيبدا يشتغل على المواقف السلبيه، ودي بتبقى وظيفه الجهاز الفني. لكن كان نادي الاهلي وهو بيرجع بيلعب في الدوري يعني بعد مباراه خساره بيرجع يلعب في الدوري ويحقق انتصار، دايما زي ما معودنا النادي الاهلي هو بيلعب لحد صفاره الحكم. يمكن ان احنا النادي الاهلي وخصوصا اجاييه لسه راجع من اصابه وبيحقق المكسب للنادي الاهلي في مباراه طلع الجيش، لكن زي ما بقول لحضرتك كله كان يتوقع ان مثلا ممكن يبقى اداء سيء من النادي الاهلي او ممكن يبقى فيه خساره او اخفاق حتى في مباراه الدوري، لكن هم بياخدوها ستيب باي ستيب. يمكن التركيز في البطولات الافريقيه عندها دي الملكه اللي عند لعيبه النادي الاهلي، ودي الملكه اللي عند الجهاز الفني النادي الاهلي، عشان كده النادي الاهلي هو بيلعب لحد النهايه حتى في البطوله الافريقيه، مش هزيمه اللي هتوقفه، لكن بيشتغل على نفسه في تمرين وبيقفل صفحاته زي ما بقول لحضرتك، ودي بتبقى موجوده مقاومات البطوله هي موجوده عند اللعيبه وموجوده عند الجهاز الفني وموجوده عند مجلس الاداره، ودي اللي بيديها الصلاحيات، كل الصلاحيات مجلس الاداره بيديها للجهاز الفني، لكن وبيحاسبه في الاخر على البطوله، لكن ما بيحاسبوش من مباراه لمباراه، لكن الاداء يطمنك في مباراه طلع الجيش برغم ان الهدف اتاخر هدف المكسب، لكن الاصرار يطمنك، يمكن الاداء مش على المستوى لكن الاصرار على المكسب ده اللي يطمنك يعني. ما هو الاصرار عند اللعيبه، الاصرار عند اللعيبه، لان زي ما بقول لحضرتك يعني مش اي حد كابتن هاني يا استاذ هام ان اللعيبه تحقق بطوله،
لازم يبقى عندها مقومات البطوله، بتلعب لحد اخر دقيقه، وده اللي ان شاء الله كل جماهير النادي الاهلي عندها ثقه في اللعيبه بالجهاز الفني، ان هم اللعيبه عندها شخصيه البطوله، بتتحمل مسؤوليه النادي الاهلي، تحمل الضغوط. انت عارف مباراه افريقيا فيها ضغوط كبيره جدا على اللعيبه، وخصوصا السوشيال ميديا دلوقتي بحكم الانتقادات اللي بيتعرض ممكن ليها اللعيبه او الجهاز الفني، لكن في دور كبير جدا على كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو يقدر يبقى قافل على الفرقه بشكل جيد، يلم شمل اللعيبه مره ثانيه يا كابتن احمد. بس برضو تظل الغيابات وعمل الاصابات برضو جزء كبير جدا من الناس حتى بتتكلم فيه على مواقع الاتصال، فعايز اتكلم حتى يعني عن تاثير مثلا واحد زي علي معلول، يمكن غيابه طول بس قد ايه لاي مدى علي معلول مهم في المباريات دي، وموسيماني على الجانب الاخر يعمل ايه في ظل الغيابات اللي قد اكيد مؤثره يعني قد جازمه برضو. اكيد اكيد علي معلول هو بيصنف على مستوى افريقيا من احسن باكات ليفت في افريقيا، لعيب دولي عنده خبرات فارق كبير جدا مع اداء النادي الاهلي حتى في المباريات، مفتاح لعب مهم من النادي الاهلي. لكن هنا الحاجه لما تشوف محمود وحيد دخل بيأدي في المكان دوت، بتشوف ايمن اشرف بيقدر يأدي في المكان ده، ودي مقومات الفرق الكبيره ان انت يبقى عندك البديل بيأدي بنفس الصوره اللي الاساسي بيلعب بيها. لكن فريق النادي الاهلي يعني اي حد بيلبس تيشيرت النادي الاهلي هو بيبقى جدير ان هو يأدي الدور اللي عليه، ويمكن شفنا ايمن اشرف ادى في المكان دوت بدينا لعلي معلول في كاس عالم الانديه وادى بشكل جيد على الغير المتوقع. المباراه اللي فاتت برضه كان المباراه اللي في الدوري، ومحمود وحيد برضه بيأدي بشكل جيد. لكن هنا عشان كده بنقول ان المدير الفني بيبقى مصمم على 14 لعيب، دي ظاهره بتبقى سلبيه، لكن ان انت تعتمد على 25 لعيب، عشان في حاله غياب علي معلول غياب اي لعيب التشكيل او الاداء بتاع النادي الاهلي ما تاثرش، بيتعرض لانتقادات برضه. اكيد اكيد الروتيشن ده بيعرضه لانتقادات بالرغم من تحقيقه الارقام ونتائج. هو انا زي ما بقول لحضرتك في الاول ان مجلس اداره النادي هيحاسب على البطوله، لكن الانتقادات اي طبيعي ان انت كمدير فني النادي الاهلي هتتعرض لانتقادات، زي ما الناس بتشكر فيك زي ما الناس هتنتقدك، لكن مهم جدا ان انت تعالج سلبياتك كمدير فني، وفي الاول وفي الاخر انت بتحقق المكسب، بتحقق 3 بونت، برغم ان النادي الاهلي بيختلف عن اي نادي تاني ان هو بيلعب في اكتر من بطوله وبيتعرض للاجهاد المستمر كل 4 أيام مباراه، فيسافر في افريقيا وبعد كده يرجع يلعب في الدوري وبعد كده يسافر افريقيا تاني، فده اجهاد اي فريق في مصر ما بيتعرضش للاجهاد ده، فده لازم يتحط برضو في الحسبان بتاع الناس ان النادي الاهلي من مباراه لمباراه، عشان كده ما بيحصل عمليه الروتيشن في اللعيبه، ده مهم جدا ان ال 25 لعيب يبقى رجلهم في الملعب عشان فورمه المباريات. طب بالنسبه للروتيشن، واتكلمت على ايمن اشرف واتكلمت على محمود وحيد، وجهه نظرك الفنيه او متطلبات المباراه اللي جايه، تفتكر على المستوى الباك الشمال نطلع ايمن اشرف ويلعب ياسر ابراهيم كسردي باك ويبقى محمود وحيد معاك، ولا تكمل تدي محمود وحيد وتستفيد بايمن اشرف والثنائي او الدويتو الرائع اللي بيعمله مع بدر بنون؟ فنيا انت شايف ايمن اشرف في المباراه دي محتاجينه كباك شمال، ولا نشتغل بمحمود وحيد ويبقى ايمن اشرف سردي باك؟ اكيد يا كابتن هاني، في المباريات اللي فاتت كنا بنشوف ان مستر موسيماني بيتطرق لطريقه 4-3-3، لكن اول ما بتلعب بطريقه 4-3-3 ده بيديك مؤشر ان الراجل عايز يامن نص الملعب، عايز يدافع بشكل جيد، لكن انا بشوف الطريقه المناسبه للنادي الاهلي 4-2-3-1، حتى لو عايز تدافع بس بتكلف طرفين الملعب بادوار دفاعيه. لكن انا بشوف ان مباراه زي دي انت محتاج ايمن اشرف، ان ايمن اشرف بيدافع بشكل جيد، محتاجه كسيرد باك كباك ليفت، كباك ليفت يعني يلعب كباك رايك ليفت. ان ياسر ابراهيم يلعب جنب بدر بنون وايمن اشرف يبقى باك شمال على اساس بيعمل ممكن عنده الحاله الدفاعيه، ممكن يدافع لك 70 او 60% وبرده ايمن بيقدر يهاجم، وممكن تدي حريه الناحيه الثانيه محمد هاني، يعني محمد هاني وتبقى مثبت 4 ورا او 3 ورا، تمام، تلعب بحاله دفاعيه جيده مع ثبات حمدي فتحي في نص الملعب، وتدي حريه اكتر لمحمد هاني، ان انت برده كابتن هاني احنا مش عايزين ندي الفريق اكبر من حجمه، ده حقيقي وانت مهم كمستر موسيماني ان النادي الاهلي على طول هو اعظم نادي في افريقيا ومحقق البطوله، فطبيعي ان انت تنزل تفرض اسلوب لعبك مظبوط، وما تديش الفريق الثاني اكبر من حجمه، وانت زي ما هو عامل حسابك بس يعني زي ما هو عامل زي ما انت بتعمل حسابه هو عامل حسابك اضعاف، لان انت فريق محقق البطوله، لان النادي الاهلي في افريقيا هو كتاب مفتوح، لكن ما يميز النادي الاهلي ان هو عنده مفاتيح لعب كتير جدا، عنده بدايل تقدر تفيدك انت كمدير فني ان انت تغير من اساليب لعبك داخل الملعب، انت عندك اللعيبه بتلعب في اكتر من مركز، دي بيديك مرونه تكتيكيه، حتى مش لازم يخسرك تغيير، لكن ممكن تبدل من جوه الملعب. لكن في الحاله دي حتى لو لعبت ايمن اشرف
وحصل حاجه مثلا في الاستبارات في السرد باكات، انت ممكن تدخله كباك ليفت كسرد باك وتنزل محمود وحيد حسب مجريات المباراه. لكن مهم على مستر موسيماني ان هو يقسم المباراه، يعني قسم المباراه اول ربع ساعه هيعمل ايه، لا قدر الله جه فينا ان شاء الله ربنا يكرمنا اول ربع ساعه نجيب جول يفرق معانا في مجريات المباراه ان شاء الله. ده بقى اللي عايز اخد برضو حضرتك فيه، يعني كمان قد ايه مهم ان انت تسجل بدري، وده يمكن اللي الفريق النهارده ما بيحققوش بشكل كبير على مدار المباريات اللي فاتت تحديدا الشويه الليلين اللي فاتوا. فقد ايه مهم ان انت النهارده فيتا كلاب رايح جاي النهارده يعني تهدف بدري، تبقى مركز في النقطه ديت بدري، تنصح اللعيبه في ايه في الجزئيه دي؟ في الجزئيه دي هي بتبقى الـ 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 الاغلب في الموقف دوت للمدير الفني، اكيد تعليمات طبعا المدير الفني اكيد، بس ان هو بيبقى مامن دفاعيا. لكن مهم جدا ان انت مرحله جس نبض الاولانيه ان تاخد المبادره، او ان انت ممكن تعمل ضغط عالي من قدام ان انت ما تسيبش الفريق، لان فيتا كلوب من الفرق اللي بتحب تلعب كوره وعندهم مفاتيح لعب كباك رايت بيهاجموا من الناحيه دي كويس. فعشان كده بقول لحضرتك يا كابتن استاذ سام ان ايمن اشرف مهم ان يكون في المكان ده لان هو بيدافع بشكل جيد، هيبقى قافل على مفتاح اللعب اللي هو الباك رايت بتاع فريق فيتا كلوب، وفي نفس الوقت انت ممكن تشتغل في حته وتلعب على الحته العكسيه، الحته العكسيه ان الكور العكسيه على طول هم فريق فيتا كلوب بيبقى عينه على الكوره دايما، لكن الحته العكسيه بتبقى فاضيه. صحيح. فمهم جدا ان انت تستغل ده، وخصوصا في اول ربع ساعه، لان انت لو جبت جون في اول ربع ساعه هتربك حساباتهم، لان هو عامل حسابك بشكل كبير ومستنيك انت هتشوف هتعمل معاه ايه اول ربع ساعه. انت هتعمل معاه ايه؟ هتاخد المبادره. انا بشوف ان هو مهم جدا لو هيبدا المباراه يبدا ضغط عالي، ما يسيبش الفريق يلعب باريحيه، وان انت تحرز جون في اول ربع ساعه اول ثلث ساعه ده هيفرق معاك بشكل كبير جدا طول المباراه. طيب النقطه دي برضو ليها جوانب سلاح ذو حدين، وخلينا نتكلم بكل امانه ان النادي الاهلي يمكن في مشواره مثلا الدوري او البطوله الافريقيه بنتاخر شويه في احراز الاداء في الشوط الثاني، لكن في نقطه كمان مهمه وانت اكيد كنت لعيب وبتحسها من خلال الفريق، لما بتكون مستعجل بزياده انك تحرز هدف بتفتقد اللمسه الاخيره، أو بيكون في استعجال شوية بالنسبة لنهاية الهجمة، وده برضو خلي بالك ظهر في يعني النادي الأهلي في بعض مباريات الدوري كان عمل هجمات كتيرة جدا جدا على المستوى الهجومي في الشوط الأولاني بس ما أحرزش أهداف. ليه؟ عشان كانت اللمسة الأخيرة فيها تسرع، اللعيب عايز تجيب جون بسرعة مستعجلين. فإزاي بقى مستر موسيماني يعمل البالانس ده؟ محتاجين جون في أول شوط، لكن عملية انك تكون مصر على الهدف وانك تكون كمان فيه هدوء في ال 18، مفيش استعجال، اللمسة الأخيرة تكون كويسة، تتعمل ازاي دي يا كابتن؟ دي مهمة كابتن هاني للناس اللي موجودة في الملعب، يمكن انا اللعيبة بقى اللعيب دي بتاعت اللعيبة، دي بتاعت قائد داخل الملعب اللي هو بيتحكم في رتم اللعب، بيتكلم مع اللعيبة. دي كانت موجودة في حسام غالي، دي كانت موجودة في بعض اللعيبة اللي انت ممكن دلوقتي ممكن تلاقي السولية، ممكن تلاقي حمدي فتحي، ان هو بيتحكم في رتم اللعب، هنهدي اللعب امتى، هنفنش امتى، اللعيبه هتقف امتى. دي برضو مش ما ترمهاش بشكل كبير جدا على المدير الفني، دي بتاع مواقف لعيبه، مواقف لعيبه ان هم لازم يبقوا هادين، لازم كلام على طول. المباريات دي مباريات كلام في ظهرك، خلي بالك، دي بتبقى ملك عند اللعيب، ملك عند اللعيب زي حسام غالي كان في نص الملعب بيقدر يتحكم في رتم اللعب. والنهارده عمرو السلافه، عمرو السلافه عنده مقاومات. دي الادوار المهمه، المدير دايما المدير الفني بيدي بكل امانه بيدي خطوط عريضه للسيناريو عريض، وبيبقى داخل الملعب الحلول، ممكن الحلول حتى لو المدرب ما بيقولهاش يبقى الحلول من جوه الملعب. فده زي ما انت بتقول اللعيبه الكبيره عمرو السليه موجود، الشناوي من ورا، بتتكلم على ايمن اشرف، بتتكلم يكون حسين موجود، يعني في لعيبه حمدي فتحي. فده دور اللعيبه، ده دور ان اللعيبه تستفيد من خبراتها من خلال النقطه اللي بتكلم عليها، استعجال مش مطلوب لانه بيفقد النادي الاهلي شويه من هويته. يعني مش مطلوب يا كابتن، وفي نفس الوقت انت 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 لازم فريقنا او لعيبه النادي الاهلي تحس ان احنا فريق قوي، فريق تقيل، ما نستعجلش على ان احنا نجيب جون، يعني ممكن نجيب جون في اي وقت، لكن الاهم ان هو ما يجيش فيك. يعني الاهم ان انت تبقى منظم بشكل جيد، وان انت ما يجيش فيك دفاعيا، لان انت لو جه فيك جون لا قدر الله هيربكك وهياخدك لحته الاستعجال. لكن الهدوء، الكلام بتاع الشناوي اكيد من ورا، ايمن اشرف من ورا، انت على طول اللي بيبقى قائد ده بيبقى واخد العمود الفقري للفريق كديفندر او الجول او سيرد باك من السيرد باكات،
ودي مقاومات عند اللعيبه. انت عندك السوليه كقائد في نص الملعب مع حمدي فتحي، عندك ايمن اشرف قائد من ورا، عندك الشناوي، لكن حته الاستعجال دي بتيجي لو لا قدر الله جه فيك، لكن طول ما انت مأمن بشكل جيد اللعيبه واقفه على رجليها منظمين، ما يبقاش في مساحات بين اللعيبه. وخصوصا كابتن عايز اتطرق لحته فنيه، ان انت طول ما انت بتلعب في تلتين ملعب ومضيق مساحات مش هيبقى في مساحات تلعب عليك كوره، لكن طول ما انت فاتح الملعب صحيح. دي ويمكن اشتغلنا مع حضرتك في نادي اتحاد الشرطه لما كنت حضرتك ماسكنا كمدير فني، كنا منظمين بشكل جيد لان احنا كنا بنشتغل على تلت ملعب او تلتين ملعب، لكن طول ما انت منظم وخطوطك قريبه من بعض صعب جدا يبقى في مساحات، وهيبقى سهل ان اللعيبه تضغط وسهل ما يكونش في مساحات كل ده، والنادي الاهلي قادر. يمكن افتقدنا النقطه دي شويه في مباراه سيمبا. وبالتالي طبعا ظهرت المساحات بشكل كبير، كان حتى هتلاقي في زياده عدديه في مباراه سيمبا دي. كانت من السلبيات اللي كانت موجوده ان في زياده عدديه من لعيبه النادي الاهلي 7-4 بس، بيبقى فيه دي حته يا كابتن هاني الكلام، حته الكلام خلي بالك وراك بينك، ده شغل القائد بقى قصدك في المنطقة. دي بتاعت لعيبه يعني. دي بتاعت لعيبه ولعيبه النادي الاهلي عندها يعني، مش انا في لعيبه تقدر تطلب منها حاجه يعني كبير عليها او تقيل عليها حته الطلب، ان انا اطلب منه مقاومات او اهداف داخل الملعب ان هو يقدر ينفذها، لكن كلاعيبه النادي الاهلي عندها المقاومات دي انها تقدر تنفذها. فلما هتطلب منه كمان بان برضو يعني، عايزه برضو اتوقف عند عمرو السوليه. انا عارف ايمن اشرف قائد، محمد الشناوي، وليد سليمان اكيد، بس دلوقتي بقيت تحس حتى بتاثير عمرو السوليه على مستوى القياده يعني. ما نتخيلش نص الملعب النهارده من دون عمرو السوليه مثلا. دي انا بشوف ان هي مكسب كبير جدا اكتسب عمرو السوليه في الفترات الاخيره وخصوصا في البطولات او في المباريات الكبيره. صحيح. قيمه اللعيب هنا بتبان، تقله بيبان، كلامه حتى مع زمايله بيبان، خوفه على النادي الاهلي وعلى مدى تاثير الفريق ممكن يبقى الاداء يبقى مريح شويه، فهتلاقيه هو اللي بيفوق الناس. فدي مقومات مش عند اي لعيب، بس بيكتسبها مع البطولات. طيب. مع عراقة النادي الأهلي والأداء اللي بيبقى داخل النادي الأهلي. متساويين في عدد النقاط كل من الأهلي وفيتا كلاب، فده بالتالي بيصعب المهمة مش بس على فيتا كلاب وعليك أنت كمان يعني. أنت النهاردة بفرق الأهداف أنت في المركز الثالث، لكن في عدد النقاط 3 نقاط لثلاث نقاط، فبرضو دي جزئية مهمة يعني. ازاي الاهلي او المدير الفني بيعمل ايه يعني، تعرفنا يعني عشان يعني نتجاوز النقطه الصعبه دي. هي اكيد هتحط عليك ضغوط، هتحط عليك ضغوط طبعا على اللعيبه. ممكن يبقى في تسرع شويه ان احنا نحرز اهداف، فده دي بترجع للعيبه ان اللعيبه لازم تبقى هاديه. حتى ممكن نجيب جون في اخر المباراه، لكن ما نستعجلش على المكسب. أيوة. ما نستعجلش على المكسب، لان انت طول ما انت مامن في الحالات الدفاعيه واللعيبه هاديه واللعيبه متمركزه كويس، وحتى ممكن ناخد الاستحواذ يعني الكره تبقى في رجلك على طول، لان الجو ممكن ما يساعدكش. بس يبقى ايجابي ايجابي بس الإيجابي. في نفس الوقت لازم زي ما بقول لحضرتك ان حد يبقى متحكم في رتم اللعب. ان انت ما ينفعش رتم اللعب يبقى عالي وفي نفس الوقت هتقع بدنيا، لان انت الضغوط على لعيبه النادي الاهلي الفتره الاخيره كل 3 4 ايام مباراه، فده ممكن ياخد منك شويه. عشان كده بقول لحضرتك ان الكره لازم تبقى في رجلنا دايما، هنجيب جون في اي وقت، لكن اهم حاجه ان احنا ما يجيش فينا. هيتحط عليك ضغوط، اكيد هيتحط عليك ضغوط، وخصوصا انت متساوي معاه في عدد النقاط، هو عايز يكسب وانت عايز تكسب، لكن الاهدى هنا واللي عنده الشخصيه والخبرات في فرض طبعا عنده بتفرق. الشخصيه حتى في فرض اسلوب اللعب. صحيح. اللي هياخد المبادره هو اكيد ان شاء الله النادي الاهلي قادر على كده، وان شاء الله نقدر نحقق مكسب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. من خلال تقييمك وهاخدك النقطه عمليه مقارنه شويه، انت اكيد مريت بتجارب زي كده على المستوى الافريقي، شايف مستوى المجموعه ازاي ونقارنها بالفرق الافريقيه في ال 2000 يعني 2000 وايام مانويل جوزيه بصفه عام، شايف في فروقات فنيه، فروقات في القوه، فروقات في السرعه، مستوى الفرق الافريقيه من وجهه نظرك زاد عن ال 2000 و 2000 يعني مع فتره مانويل جوزيه، ولا دلوقتي الفرق الافريقيه بقى مستواها افضل يعني؟ دلوقتي يا كابتن بقت الكره اسرع. بقت الكره اسرع وبقت مفاتيح اللعب افريقيا دلوقتي، بقت الفرق عندها اكتر من مفتاح لعب. لكن انت لما كنا بنلعب نجم ساحلي كنا بنلعب اي فريق كبير في افريقيا، جنوب افريقيا، كانت مفاتيح اللعب محدوده يعني، بتتكلم في 3 أو 4 مفاتيح اللعب. لكن دلوقتي انت بتشوف باكين مثلا في فريق افريقي مفاتيح طرق اللعب اتغيرت وبقت الكره اسرع.
بقت الكرة أسرع، وخصوصا إن إحنا لما كنا بنلعب كنا بنلعب 3-5-2 يعني. كان موجود الكابتن عماد النحاس، وكان بيلعب شادي وائل جمعة، زي مثلا أحمد عادل موجود، إسلام الشاطر موجود، الناحية التانية جيلبرتو، أحمد السيد، شعات شديد. لكن هي طرق اللعب اللي اتغيرت والتطوير في الكورة هنا، عشان كده هتلاقي إن البطولة بقت صعبة. البطولة يعني أفريقيا كل مدى بتصعب دلوقتي، لان الفرق اللي انت بتتكلم على فيتا كلوب بيوصل نهائيات قبل كده، بيوصل في الادوار اللي هي الدور الاربعه. انا بشوف ان هي من اصعب المجاميع اللي هيواجهها النادي الاهلي. بتتكلم في سيمبا، بتتكلم في فيتا كلوب، من يعني ده بتتكلم اكنه في دور الاربعه، كانك بتلعب في دور الاربعه وداخل على ما بقاش في الاول اصعب. خلي بالك يعني مستوى في دور الثمانيه اعتقد هتقابل وجهه نظري مستويات افضل كمان من فيتا كلوب وسيمبا والمريخ. هيكون داخل بقى على المعمعه زي ما بيقولوا، خاصه ده نوك اوت، يعني انت بتلعب خروج خروج المغلوب يعني. عشان كده بقول لحضرتك كابتن هاني، بقى عندك حوالي 10 او 12 فرقه، فريق ممكن تتوقع ان احد يوصل فاينل. لكن هنا الشخصيه بتاعت اللعيب، الشخصيه بتاعت اللعيب ان هو بيلعب لحد اخر نفس، بيلعب على البطوله وهو هدف البطوله. عشان كده زي ما بقول لحضرتك ان كان مهم جدا ان النادي الاهلي بيقفل صفحاته كويس، حتى لو فيها اخفاق بيقدر ان هو يجيب يرجع نفسه تاني صحيح. وبيقدر يشتغل على نفسه من جديد ويعالج السلبيات، وان شاء الله نقدر نعالجها المباراه اللي جايه ان شاء الله. يعني فاهمه من كلامك انه ما عادش ينفع دلوقتي نقول دي فرق صغيره ودي فرق كبير، دي فرق بتلعب اي مفاجاه متوقعه في دوري ابطال افريقيا في الكره الافريقيه دلوقتي متوقعه، لان انت مهم جدا كجهاز فني او مدير فني ان انت بتدرس الفريق اللي قدامك كويس. ودلوقتي كل المباريات بتاعت افريقيا بتبقى مذاعه، كل الفرق بتلعب، بتعرف نقط الضعف فين ونقط القوه فين. ودي ملك عند مستر موسيماني ان هو بيقدر يدرس الفريق اللي قدامه كويس، مفاتيح اللعب ونقط القوه ايه ونقط الضعف ايه. فدي ملك عند مستر موسيماني، اتمنى ان هو يكون موفق فيها. ايه نقاط الضعف اللي عند فيتا كلوب من وجهه نظرك؟ في قلب الدفاع. قلب الدفاع، في قلب الدفاع في اخطاء يعني، لو هنلعب حتى كور طويله او بينيات من قلب الدفاع، هو على طول هم مش منظمين ورا، يعني ورا هم مش منظمين، وخصوصا بيبقى في ثغره ناحيه الباك رايت ان هو بيهاجم على طول. ده احنا ممكن نشتغل على الباك رايت او في قلب الدفاع، ممكن نشتغل كور بينيه، ودي ملك عند قفشه. قفشه بيقدر يعمل الموضوع ده كويس، خصوصا لما بيلعب رقم 10. طيب لكن بتلعب هنا 4-3-3 وقفشه بتلعب على الطرف، بتفقد الاستحواذ شويه، بتفقد الرابط ما بين خط الوسط وخط الهجوم. وانت لما بتتكلم على اثنين سرد باكين وعندهم ضعف واضح في قلب الدفاع، هرجع اسالك على مين وجهه نظرك برضو الفنيه، مين يكون افضل على مستوى راس الحربه؟ بنتكلم عندنا واليا، عندنا محمد شريف، اجايبي اديها، بس اجايب اعتقد هيبقى تحت في الخط التحتاني افضل كتير، عندنا مروان، يعني عندنا ثلاثه روس حرب. من خلال رؤيتك يبدا بمين، ويبقى معاه كمان ورقه يستفيد بها من خلال السيناريو المباراه، لكن البدايه يبدا بمين كراس حربه يعني. انا اتمنى محمد شريف. محمد شريف لانه عنده سرعات، عنده سرعات طبعا، عنده سرعات، ودي كانت بتميز محمد شريف. يمكن قبل كده لما طلعت اتكلمت ان محمد شريف حتى غيابه 3-4 مباريات، لكن الحمد لله ما اثرش عليه في المشاركه، لكن هو عنده الملكه دي، عنده الملكه دي. وخصوصا كابتن هاني لما اتكلمت معاكم في اول الحلقه، ان انت عندك اكتر من لعيب ممكن تحركه من داخل الملعب، تغير طريقه اللعب، ممكن تلعبه طرف يمين او طرف شمال، لان في وقت من الاوقات ممكن ينزل بواليا ويكون شريف برضه موجود، شريف موجود كطرف يمين مثلا، كطرف يمين او طرف شمال مع طاهر مثلا او حسين الشحات. المرونه التكتيكيه او ملكه اللعيب اللي بتبقى عندك بتقدر تساعدك ان انت تغير من داخل المباراه، لكن كتبدا ان انت لازم تلعب بسرعات، خصوصا ان في مشاكل في قلب الدفاع في اي بينيات. يعني انا اتوقع ان النادي الاهلي هتلاقي فيه انفرادات، يعني فيه انفرادات عن طريق محمد شريف، عن طريق طاهر، عن طريق حسين، اي حد هيلعب هيقدر يادي، ودول من مفاتيح اللعب المهمه للنادي الاهلي. اجاي بيجي من تحت كويس، بيبقى عنده رؤيه. اجاي كمان من نوعيه اللعيبه اللي رجليها عارفه طريق الجون، بتعرف تجيب جون. دي ملك عند شريف، ملك عند طاهر، اللعيبه دي كلها كان موجود كهربا، موجود حسين الشحات، اي حد من اللعيبه دي بيعرف يجيب جون. ممكن في وقت من الاوقات او فتره من فترات تستعين ببوالي حسب مجريات المباراه. اوكي. فاتمنى ان شريف طبيعي ان احنا نبدا محمد. كنت واحد من النجوم طبعا الجبهه اليمنى، وده دي فرصه عشان تقول لنا بقى محمد هاني تابعته ازاي، خاصه في المونديال وادائه اللي في تطور مستمر. هاني ما شاء الله على مدار سنتين او 3 سنين بيحط رجله بشكل جيد. يمكن بطلع اتكلم على هاني ان هو مستقبل الجبهه اليمنى في مصر، وهو يستحق كده، يعني هو يستحق كده.
كان في ناس كتير بتتكلم ممكن منتخب مصر يبقى فيه مشكله بعد احمد فتحي، لكن انا كنت بتكلم على طول ان هاني جدير ان هو يبقى موجود داخل منتخب مصر وادائه حتى يؤهله ان هو يبقى الباك رايت منتخب مصر وان هو يحترف. حته الاحتراف برضه هتفرق معاه بشكل كبير، ونشوف عروض كتير جدا لمحمد هاني، وده كان متوقع لادائه طول الموسمين اللي فاتوا من ساعه ما بدا ياخد. لكن انا بشوف اداء محمد هاني يا كابتن هاني واستاذ هاني ان اداؤه كورته مسابقه سنه. طب في حاجه لمحمد هاني برضو ناخد يعني لو بيسمعنا او نصيحه، يعني في الاوقات اللي واحنا حسينا المباراه اللي فاتت كان في عمليه اجهاد، محمد هاني شغال من ايام كاس العالم للانديه مجهود كبير جدا جدا، المباراه اللي فاتت حسينا في اجهاد مش محمد هاني بس، يعني معظم الفرق كان عندها نوع من انواع الاجهاد. انت كنت كابتن لما بتحس انك يعني مش في التوب فورم على المستوى البدني بتعمل ايه عشان ده ما يبانش في الملعب؟ ودي عايزه شويه خبرات. يعني عايزه شويه خبرات، امتى اجري امتى ما اجريش، يعني برضو توصل الكلام ده ازاي لما كنت بتحس انك مجهد ولكن انت لعيب اساسي في الفرقه وعندك مباراه كبيره، بتقسم المباراه ازاي؟ بص يا كابتن، الطبيعي في الاول حتى في اول مباراه اول ربع ساعه او اول ثلث ساعه ان انا ما بحاولش ان انا هاجم كتير، لان انا محتاج القوه البدنيه معايا لحد اخر الدقيقه 90. لكن لو انا بعمل مثلا في الشوط مشوارين ثلاثه في المباريات العاديه، لا انا ممكن اكلم مثلا الهاف اللي قدامي او الديفندر، حتى لو انا هطلع لازم يبقى مغطيني بالظبط. ممكن اعمل مثلا ايه، اطلع اثنين مثلا في الشوط الاولاني، او مثلا اطلع واحده في الشوط الاولاني وادي المهام هجوميه. دي طريقه كلام بيني وبين الهاف اللي قدامي اللي بيلعب قدامي، سواء كان لو كان هيبقى حسين قدام هاني او اي حد، بقول له خد راحتك انت في الهجوم، يعني هاجم انت وانا هبقى انا مامنك تحت شويه وراك، وبعدين اخد مرتين ثلاثه واخد مرتين ثلاثه وبعد كده انت تسند، او حسين او حمدي فتحي مثلا يمين ناحيه شويه. دي بتبقى ده كلام يا كابتن هاني اكتر منه ان انا باخد قوه بدنيه او ان انا بطلع. حتى لو في المباراه زي ما بقول لحضرتك في الشوط بعمل ثلاث كروسات او اربع كروسات، لا انا ممكن في المباراه دي بدي حريه للهاف اللي قدامي وببقى انا متمركز بدافع مثلا بنسبه 60 او 70%. لكن في مباراة تانية هتبقى انت لو واقف على بدني كويس على رجلك بتروح رايح جاي رايح جاي وبتهاجم بنسبة، يعني انت النادي الاهلي انت هاني انت لازم تبقى مفتاح لعب. وده اللي بقول لك، هو مطلوب من هاني انه دايما يهاجم، حتى لو اصل الناس مش هتقول لك انت هاني واقف يعني انت ما تهاجم، ده احنا عايزين نكسب. فالحته ديت زي ما انت بتقول، امتى يبقى عندي اطلع ثلاث مرتين ثلاثه ورا بعض وبعدين استنى اخد نفسي مره او مرتين، كلام مع حسين الشحات، كلام مع حمدي فتحي او عمرو السوليه ان انا لو طالع يبقى في كفرنج سريع علشان تديني وقت ان انا ارجع بهدوء شويه. فكل زي ما انت بتقول خبرات ملعب، يعني خبرات يا كابتن. وفي نفس الوقت انا كباك رايت لازم اشوف الفرقه هل ماشيه معانا، يعني انت هل نفسك بقى طبعا انت كهاني الفرقه كوره ماشيه معانا بنروح وبنضيع وراكبين المباراه، ولا كرة مش ماشيه معانا؟ هنا لو كرة مش ماشيه معاك بتقف، يعني لازم تبقى واقف متمركز كويس. مهم جدا اول ما احس ان لا الكره النهارده مش متوقعانه. بتحسها في امتى في المباراه؟ بتحسها في المباراة امتى في وقت المباراه؟ ممكن لما بنفقد الكره كتير. يعني لما بنفقد الكره كتير، لما بتبقى هجمه علينا خطر او هجمتين حتى لو مش من ناحيتي، انا لازم اقف واتكلم. هتكلم مع الديفندرات، ببقى مامن بشكل جيد في الاول ان انا اهم حاجه امن مكاني، وبعد كده مطلوب مني ان انا هاجم ههاجم، مش مطلوب محدش هيلومني ان انا بهاجم، اهم حاجه بقفل منطقتي كويس. هنا بتختلف كباك رايت او هاف رايت، لكن انا بشوف ان الفتره الاخيره طرق اللعب هي اللي بتظلم هاني شويه. طرق اللعب اللي هي بتظلم هاني شويه، وخصوصا ان انت لما بتلعب حد قدامه ما عندوش ملكه ان هو يدافع معاه، فهتلاقي زياده عدديه عليه. لكن هنا انا بشوف فتلاقي مجهوده مضاعف، يعني مجهوده مضاعف ان انا فرق لما بدافع على واحد والهاب مثلا بيضم معايا فبندافع اتنين على اتنين، فرق دي بتبان يا كابتن، دي بتبان لو بنلعب 4 2 3 1 او 4 3 3 بتبان على طول، لان انت لو بتلعب 4 3 3 مهما كان الديفندر اللي ناحيتك مش هيبقى على نفس اللاين بتاعك لانه كتير قوي بيخش لجوه. لكن لو بتلعب 4 2 3 1 بيبقى ده اساسي وواضح جدا، حتى انا لو باك يمين هعرف هندها مين طبعا. يا هندها الشحات، يا هندها طاهر، يا هندها، يعني طبعا. بيبقى واضح قدامك بشكل كبير. اللي انا كنت عايز اتكلم عنه، انت حطيت ايدك على نقطه مهمه جدا، ان مش شرط عشان العب 3 ديفندر يبقى بدافع، لان الثلاثه ديفندرات ممكن مش متعودين على لعب بعض او ممكن متلخبطين. يعني لما بتلعب حسين وقالي واكرم توفيق هم ممكن يكونوا متلخبطين، انت الافضل لك ان انت تلعب باثنين ديفندر هنا هاني او علي معلول او
هيريح وعارف هو بيكلم مين عشان يدافع معاه، كسواء طاهر سواء حسين الشحات. لكن لما بتلعب قفشه ناحيه اليمين هو ما عندوش الملكه ان هو يرجع يدافع، ما عندوش ان هو، لكن قفشه بيعرف يدافع في ال 30 40 متر وهو بيلعب 10 في قلب الملعب، من ال 18 بيرجع على نص الملعب، فالمسافه قصيره شوية. فبيرجع هو عنده الملكه دي. فمهم جدا ان انت مدير فني تعرف اللعيبه ومقومات اللعيبه اللي معاك تتناسب معاها اي طريقه لعب. عشان كده بقول لحضرتك ان افضل طريقه للنادي الاهلي هي 4-2-3-1، وبتطلب مهام دفاعيه حتى من طرفين الملعب سواء طاهر او حسين الشحات. فاهم منك ان مباراه زي ديت مهمه جدا فيها وجود واحد زي حسين الشحات، لان النهارده حسين كان موقوف والنهارده اول مره يشارك بعد توقفه 4 ماتشات في دوري ابطال افريقيا طبعا. فقول لي برضو اهميه حسين الشحات في مباراه فيتا كلاب ازاي اللي جايه. حسين الشحات هو يعني من اهم مفاتيح اللعب للنادي الاهلي، وخصوصا حسين هو اللي ممكن في ثانيه عنده مقاومات زي بركات كده ان هو يقدر هجمه في جزء قصير. لكن حسين عنده مقاومات بدنيه عاليه ان هو يقدر يدافع مع هاني ويقدر ان هو ينقل لك الهجمه برده، ومفتاح لعب عكس قفشه. وقفشه 10 افضل يعني هو بيلعب تحت الفيرويد كرقم 10، ده افضل بكتير جدا. لكن كان ممكن يلعب حسين وقفشه وطاهر 4-2-3-1، وممكن لو في نص الملعب ممكن تلعب بحمدي وتلعب بالسوليه، والسوليه برده عنده ملكه ان هو بيقدر ان هو يكمل مع الهجمه ويرجع يبقى تحت الكوره، دي برده ملكه كبيره عند السوليه. هنا بشوف ان ده ممكن من افضل التشكيل اللي هو ان شاء الله يبقى موجود. هناقشك في التشكيل ده ولا ناقشنا طبعا. احنا بنتكلم على موضوع اجهاد، وبنتكلم ان فيه لعيبه مجهده. انا متوقع حسين عشان عنده نفس، حسين بقاله كتير مش مجهد بمعنى الكلمه، يعني عنده لسه يعني عنده كتير، عنده مخزون كبير جدا على مستوى. لو خدنا دوت يتطبق شويه على نص الملعب، مش من الافضل ان يكون ديانج موجود، لان ديانج بيشارك في فترات قليله من المباراه، وبالتالي عنده مخزون بدني كبير يقدر يكمل ال 90 دقيقه بدون مشاكل، ده على المستوى البدني. قصدك عكس حمدي ولا عكس ميسي؟ عكس عمرو السوليه. ممكن يلعب بحمدي واليو، يعني انا عايز العب حمدي وديانج ولا السوليه وديانج؟ انا بتكلم على ديانج وعمرو السوليه تمام لجزء. واحنا بنتكلم برضه عشان الناس تفهم، احنا بنتكلم كده واحنا قاعدين، لكن كل التقدير والاختيارات طبعا لموسيماني واحترم على تقديره، لكن انا بنتكلم لو يفضل، وخاصه ان يعني حمدي بيشارك بصفه مستمره. يعني انا مع إيه وجهة نظرك في مع حضرتك طبعا، وخصوص اليو يا كابتن، ممكن في الفترات الاخيره لما كان حمدي بيبقى موجود كان الراجل بيديله حريه الحركه شويه، ان هو بيلعب مثلا 8 اللي هو يزيد شويه مع الهجمه. لكن هنا الـ الحاجات اللي انت ممكن تديها له ان لازم يثبت كسته، حتى لو هيلعب جنبه السوليه، لان انت زي ما بقول لحضرتك السوليه بيهاجم على طول عشان صحيح. ما تهربش منك في نص الملعب، لان انت مهم جدا في طريقه لعب النادي الاهلي ان انت لازم عندك سته، ده بيبقى بيدافع بشكل جيد، هو مستني الكره اللي نازله الثانيه، الكره الثانيه او مستني الهجمه هيقطع ازاي. دي ملكه عند اليو ديانج، وخصوصا كان بيظهر بيها في اول ما جه النادي الاهلي وهو يقدر يأديها. يعني يمكن زي ما بقول لحضرتك اللي مش هتطلب حاجه من اللعيب هو ما عندوش، لكن اليو عنده ان هو قدراته تسمح له، يعني طبعا بشكل قدراته وخبرات اللي اكتسبها طول الفتره الاخيره مع لعبه مع النادي الاهلي. هو يعني ممكن يلعب سته وممكن يلعب السولي، وخصوصا تريح حمدي شويه، واكيد حمدي في فتره من الفترات هيبقوا محتاجينه في ان هو ممكن يامن في نص الملعب، يلعب اليو وحمدي. وممكن هنا بقى لو النادي الاهلي احرز هدف او عايز يامن في نص الملعب، ممكن هنا تقدر تلعب بثلاثه في نص الملعب حتى في اخر فترات المباراه، بحيث ان انت تامن نص الملعب وتبقى مقفل المساحات. بعيدا عن النواحي الفنيه، قد ايه مهم يعني لو جينا اتكلمنا عن العامل النفسي وروح كمان الفانيلا الحمراء بتفرق في مباريات زي دي، بعد بقى اجهادات، بعد اصابات، غيابات، تلاحم مباريات، اي اشاعات، يعني اي حاجه فيها الاهلي بيتعرض ليها. فهنا بتحضر روح الفانيلا الحمراء وقد ايه مهمه جدا في تحقيق العشر. اكيد دي بتبقى في اوضه اللبس، ودي اللي ما تميز النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، ان انت دلوقتي عندك اوضه لبس قويه. دي حاجه عندنا في الكوره اسمها اوضه اللبس اللي هي مخارج المقدم. عندك مقاومات زي عندك قائد زي الشناوي، وليد سليمان، السوليه، ايمن اشرف. دي الكلام دي لم ان احنا نادي الاهلي، ان احنا الفريق البطل. دي مخارج الملعب، ودي مقومات عند اللعيبه، دي مقومات عند اللعيبه، ان
ان اللعيبه تبقى تدافع عن نفسها بشكل جيد، وهنا اللعيبه الكبيره دورها ان هي تشيل من على اللعيبه الباقيه الضغوط. كنا بنتكلم في الجزئيه دي من طبعا. كم يوم صح مع بالظبط كنا بنتكلم قلنا قلنا يعني الروح ديت والدريسنج روم ديت بالروح ديت اعتقد النادي الاهلي منفرد بيها تماما يعني ده اللي بيفرق النادي الاهلي عن اي نادي تاني ومش من دلوقتي بس يعني انت بتتكلم على حاجات انا عشتها يعني جوه النادي الاهلي من سنين طويله فبنتكلم على موروث ده موروث النادي الاهلي ده النادي الاهلي اوضه اللبس وما يخرج عن اوضه اللبس ما بيكونش موجود في النادي الاهلي على طول ايا كان مين. عايز ترجع لي كده بالذاكره وتقول لي مواقف حصلت معاك انت يا كابتن احمد في اوضه اللبس. كلمنا عن اوضه اللبس ايام مانويل جوزيه اللعيبه الكبيره موقف حصل وكان فيه شويه لازم الفرقه تتجمع يعني افتكر لنا اكيد مر عليك موقف زي ده اكيد يعني اكيد يا كابتن هاني وده ما يميز زي ما بتقول حضرتك النادي الاهلي يعني ما يميز النادي الاهلي هو عنده مقومات البطوله. مقومات البطوله دي مش عند اي مجلس اداره ولا عند اي جهاز فني ولا عند اي لعيب. مقومات البطوله ان انت كلاعب عندك المسؤوليه وعندك الشخصيه وبتقدر تتحمل مسؤوليه التيشيرت مسؤوليه كبيره جدا على مستوى افريقيا وكونك ان انت تبقى موجود داخل النادي الاهلي من ال 25 فانت من افضل 25 لاعب في افريقيا ان انت تبقى موجود داخل النادي الاهلي فدي مش من فراغ. وارجع بالذاكره لموقف حصل كان قدامي حصل مشكله كان قبل مباراه السوبر في افريقيا مع النجم الساحلي 2007 دي خدنا البطوله دي يمكن كان حصل زي شده ملعب مع اللعيبه الكبيره طبعا بدون ذكر اسمهم حوالي كابتن هاني استاذ هام حوالي 10 لعيبه 10 لعيبه كبيره اسماء شده ملعب واحنا مسافرين بعد يومين طبيعي مسافرين بعد يومين وكان الكابتن حسام بدري موجود وكان مستر مانويل حتى كان دخل الاوضه جوه فحصل شده واحنا بنسخن فاحنا كلعيبه اللي هو كنت انا وشديد وعاشور وصديق كنا اللعيبه الصغيره وصلنا حاله قلق طب اللعيبه الكبيره كده واحنا عندنا النجم الساحلي وفي اثيوبيا مباراه فاينل كاس سوبر ومباراه مهمه وقبل ما نسافر فحسينا بقلق لا اللعيبه الكبيره كده مش مركزين مش شادين الشده اللي هي اللي قبل كل مباراه لكن خلصنا تمرين ومشينا رحنا المطار سافرنا عايز اقول لحضرتك يا استاذ هام كابتن هاني نزلنا مباراه رحنا وصلنا قبل المباراه بيومين نزلنا التمرين لقيت اللعيبه الكبيره حضري عماد النحاس شادي محمد اسلام الشاطر محمد بركات عماد متعب شوقي حسن مصطفى اللعيبه الكبيره كلها احمد السيد لانهم شادين بعض يا رجاله دي بطوله وتضاف لتاريخنا وتاريخ النادي الاهلي واحنا لازم نتحمل مسؤوليه اي حاجه خلافات بيننا وبين بعض دي بره الملعب رزقنا ورزق اولادنا لان ما شاء الله كانت المكافاه كانت كويسه ودي 90 دقيقه و 90 دقيقه بقى دي اللمه اللي انت بتتكلم عليها احنا يا كابتن هاني حتى اللعيبه الصغيره جالنا روح غريبه وعايزين الماتش احنا عايزين الماتش دلوقتي خلاص انتوا كنتوا محتاجين الكلمتين دول احنا عايزين ما هو خلاص بقى انت الحضري وعماد اللعيبه الكبيره كلها طبعا. من امبارح انت كنت شايفهم بيشادين مع بعض نزلنا المباراه لعبنا 120 دقيقه يا كابتن مش عايز اقول لك اثيوبيا جو رهيب والرطوبه عاليه جدا يعني كلنا كنا كلاعيبه لعبنا 120 دقيقه اللي وصلنا ضربات جزاء وكسبنا الحمد لله كاس سوبر فدي من المواقف اللي علمتني حتى انا شخصيا بعد ما مشيت من النادي الاهلي ازاي مسؤوليه ازاي مسؤوليه تجاه ناديه ازاي ان انا الم اللعيبه ازاي ان انا بعرف افصل كويس المشاكل ووقتها امتى ونتكلم فيها امتى والمصلحه العامه امتى وانسى كل حاجه وارمي ورا كل حاجه بره خلاص كل حاجه بره حتى في المهمه دي مهمه ولما حسام بدري كان ساعتها كان مدير كوره كان مدرب عام مش عايز اقول لك كابتن هاني كان مستر ياسين منصور كان الكابتن حسن حمدي رؤساء بعثه لما شفنا احنا لقينا لفينا لفه لما الكابتن حسام نقل الصوره للكابتن حسن وهو في المدرج ومستر ياسين ضاعف لنا مكافاه يعني ضاعف لنا المكافاه فاحنا استغربنا كانت مكافاه ما شاء الله وبعد كده ضاعف لنا المكافاه هنا ما كناش باصين على ماديات هنا باصين ان احنا ازاي نحقق البطوله ورجعنا على طول تاني يوم رجعنا مصر بعدها بيومين ثلاثه يعني المفروض اللعيبه الكبيره بتريح طلبوا من مستر مانويل احنا مش هنريح احنا مش هنريح ينزلوا على طول احنا عايزين نكملوا واللعيبه الكبيره دي علمتني ازاي مسؤوليه ان انا ما اريحش ان انا ارمي ورا ده احنا لسه واخدين بطوله كاس سوبر فالمفروض طبيعي انت تريح
لكن بترجع بتلعب دوري. كسبنا المصري ببورسعيد 2-0 وكانت اول مباراه لنا في الدوري. هنا عرفت قيمه التيشيرت كويس، عرفت المسؤوليه ازاي. دي اغلى مباراه بالنسبه لك؟ دي اغلى مباراه بالنسبه لك لموقفها؟ لموقفها اغلى مباراه بالنسبه لي، وخصوصا كمان مباراه المقاوية مع برشلونه مع النادي الاهلي. دي من المباريات برضو اللي في التاريخ ما اقدرش انساها، الحمد لله اديت فيها بشكل جيد. لا تنسى في تاريخ احمد عادل. في مواقف كده، يمكن دي برضو حاجه كانت كبيره جدا بالنسبه لي وحملتني مسؤوليه، يمكن كان عندي ساعتها 21 سنه. فدي مواقف استاذه سهام كابتن هاني، ان ازاي تخليك تكمل في مسيره حياتك، ان انت يبقى عندك المسؤوليه. حتى وانت يعني زي وانت لعيب كده كنت مخضوض، ايه ده اللعيبه بتشد، ودي كانت شده ملعب، تلاقيهم شده ملعب. وخلي بالك شده الملعب دي بتيجي بتبقى الموتيفيشن عالي قوي والروح عاليه قوي، ومباراه مهمه والكل عايز يشارك والكل عايز يكون موجود. فوانت صغير بتبص ايه ده اللعيبه الكبار كده. طب وبعدين ميزه النادي الاهلي ان هتلاقي نفس اللعيبه الكبيره ديت هي اللي بتشوفهم، بتجمع الولاد الصغيرين وبتديك الروح وبتديك. فدي ده ميزه النادي الاهلي. اغلى بقى واصعب البطولات، يعني انت بتتكلم على مباراه يعني انت اتعلمت فيها، واللي اتعلمته ده خدته اكيد معاك حتى على المستوى المهني بعد كده، على مستوى ان شاء الله تكون مدرب كبير يبقى كباتن الفرقه عندك بتاخد منك. لكن على مستوى الصعوبات كبطوله كانت صعبه بالنسبه لك او صعب تحقيقها واتحققت؟ يعني هي من افضل المباراه البطولات اللي انا حققتها مع النادي الاهلي هي مباراه الزمالك 4-3. دي كانت مباراه اللي عارف بتروح منك وبعد كده بترجع، وبتروح منك وبعد كده بترجع رايح جاي. ولعبنا اكسترا تايم وجبنا اسامه حسني جولين، كنا خسرين 3-2. وبعد كده اسامه حسني المباراه تقلب في 5 دقائق. فكانت مباراه يعني فيها زي شغف، احنا كنا الفتره دي بنخش اي بطوله بناخدها. فما كناش متعودين على كده. كنا احنا انت عارف يا كابتن هاني احنا الفتره دي كنا بنحسم الدوري قبلها ب7 اسابيع. صحيح. 21 بون. الموسم اللي فات كان كده احنا بدري يعني انا اخدت 2 دوري مع النادي الاهلي، موسم حسمته قبلها ب5 اسابيع، فرق عن نادي الزمالك 15 بونت، وفي مباراه ثانيه وفي السيزون الثاني بسبع مباريات. حتى كان الفريق الاساسي بيريح، واحنا مثلا اللعيبه اللي ما بتشاركش، اللعيبه اللي بعيد بتقدر كتير فكنا بناخد الدوري قبلها ب21 بونت. فان احنا نوصل لمباراه كده وبناخد سوبر افريقي وبناخد سوبر مصري، فان انت توصل لمباراه كده حاجه غريبه. ايه المختلف يا كابتن احمد؟ انت لعبت الانديه كتير، ايه المختلف يعني؟ انت دايما ايه المختلف اللي بتشوفه عن النادي الاهلي عن كل، مع احترام كل الانديه، بس في اختلاف، ايه الاختلاف الموجود ما بين لعبك للنادي الاهلي ولعبك لانديه تانية؟ بص يا كابتن، النادي الاهلي على طول هو عنده، انت طبيعي ان انت لعيب هتتطبع بطبع النادي الاهلي، ان هو على طول بيلعب الاول. يمكن اللائحه بتاعتنا يمكن اتكلمت مع حضرتك قبل كده ان انت تجيب 10 بونت من 12. بالظبط. فده يديك مؤشر ان انت ثلاث مباريات مكسب واحد تعادل، فتبص في اللائحه مفيش خساره. فين الخساره؟ فين الخساره؟ وتاخد المكافاه بعد ال4 مباريات. يعني لو جبت 9 بونت ما تاخدش ولا مكافاه. تستنى المباراه اللائحة الرابعه. لائحه النادي الاهلي. لائحه النادي الاهلي. ولائحه النادي الاهلي انا كنت ببص على المكافئات، كانت مكافئات قليله. لان انت بتكسب كتير. لكن في الاخر اللمه حلوه. فده يديك مؤشر برضو ان انت ازاي انت على طول النادي الاهلي، وخصوصا انا لعبت في ناشئين النادي الاهلي، وكنت انا يعني الحمد لله اتربيت على كده، النادي الاهلي على طول في المرتبه الاولى. النادي الاهلي حتى اللي بيفرق ان انت، وخصوصا لما بتلاقي النادي الاهلي فارق عن فريق منافس، هو في المؤجلات وكده فارق 13 بونت عن فريق منافس، وفريق منافس في الاول، انت كجمهور نادي انت مش قلقان، لان انا عارف مقومات اللعيبه والاهداف اللي عند اللعيبه والاهداف اللي عند الجهاز الفني، ان هو باصص على البطوله. طيب. هو مش باصص على الفريق التاني بيخسر بيتعادل، هو ملهوش دعوه، هو قافل على نفسه كويس وهو باصص على البطوله. يمكن في احد البرامج اتسالت السؤال ده فقالوا لي مين الاقرب؟ قلت لهم طبيعي النادي الاهلي بحكم التجارب الاخيره. التجارب الاخيره فرق 13 بونت، والنادي الاهلي بيجي من بعيد بياخد البطوله. هنا دي مقومات عند اللعيبه، دي مقومات عند مجلس الاداره، والدور الكبير زي ما بقول لحضرتك للكابتن سيد عبد الحفيظ، ان هو بيقدر يبقى قافل على الفريق بشكل، حتى لو في انتقادات في اي حاجه تحكيميه اي حاجه، هو بيبقى قافل على الفريق بشكل كويس. ودي الملكه اللي عند اللعيب، ان هي بص على البطوله، ماليش دعوه بقى لاي فرق خسرت اتعادلت، انا بحقق المكسب حتى لو في تذبذب شويه في الاداء، لكن بحقق 3 بونت، وهو ده الهدف. ان انت في الاخر
انت كمدير فني او كلاعب انت هتحاسب على البطوله. صحيح. ودي الملكه بتاعت مجلس اداره النادي الاهلي، ان هو بيديك كل الصلاحيات ووفر لك الاجواء اللي تقدر تشتغل فيها ان انت تحقق البطوله. عشان كده مقاومات البطوله هي مش عند اي فريق. صحيح. والناس بتستغرب، لا ما تستغربش النادي الاهلي ياخد البطوله او يحقق البطوله، لان المقاومات دي هي عند بتبدا من عند مجلس الاداره او من بدري يكون حاسمها. حاسمها وهو طول ما هو بيلعب على الثلاثه بونت. عشان كده تلاقي النادي الاهلي بيحسم بدري، يعني بيحسم بدري حتى لو كان في مؤجلات شويه او في اي حاجه بيرجع هو بيقدر يرجع تاني ويحقق الثلاثه بونت. وملكه برضو ان انت بتلعب للدقيقه 90 او تلعب اللي هتصفرت الحكم، هتلاقي مباريات كبيره جدا. يعني انا كنت بتكلم مع حد قريب فبيقول لي انا الدقيقه 90 والله العظيم مش عايز يتفرج، مش عايز يتفرج بطل التلفزيون. والله يا كابتن هاني بيقول لي في الدقيقه 90 مش عايز اتفرج، والجون جه في الدقيقه 92 فقال لي عشان اتفرج. دايما يا رب ان شاء الله مفرحنا النادي الاهلي يا رب دايما مفرحنا. كابتن احمد انت كمان نورتنا وشرفتنا وكان لقاء مميز دايما. يعني حبيبي يا كابتن انا دايما ببقى مبسوط وانا معاكم ودايما كده متالقين وحاجه بصراحه تشرف قناه النادي الاهلي. شكرا ليك. شكرا ليك يا كابتن عادل. بعد الفاصل نستقبل الكابتن الكبير فتحي مبروك. برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير، آخر فقراتنا في البيت الكبير النهاردة مع نجم من نجوم النادي الأهلي وأسطورة من أساطير النادي الأهلي في السبعينيات، خبرات تدريبية كبيرة جدا، خبرات مميزة جدا على مستوى التدريبي من خلال طبعا كأس العالم ومن خلال تجارب كتيرة جدا جدا ناجحة، وابن من أبناء النادي الأهلي. شرفنا وينورنا النهاردة في البيت الكبير الكابتن الكبير فتحي مبروك. كابتن فتحي منورنا يا كابتن. ربنا يخليك كابتن هاني. منورنا دايما. شرفنا كابتن فتحي. انتوا منورين الاستوديو. ربنا يخليك. شرفنا كالعادة يا كابتن. ربنا يخليك. بجد يعني. ربنا يخليك. وعايز أسأل حضرتك يمكن من أوائل النجوم اللي لعبت مع الفرق الأفريقية كتير جدا. عايزه حضرتك تقول لي في مثل هذه المباريات الافريقيه ازاي فيتا كلاب بيفكر باي استراتيجيه؟ اكيد يعني عارف بتلعب باي استراتيجيه النهارده فريق زي فيتا كلاب اللي هيواجهه الاهلي يوم السبت ان شاء الله. لا طبعا بدايه الحديث يمكن الكره الافريقيه اختلفت، يعني الكابتن هاني عارف ان الاسلوب الافريقي زمان اسلوب كان دائما يتميز بالكره الطويله، دايما بيحطك تحت ضغط، دايما مفيش استراتيجيه، مفيش تكتيك، مفيش لعب، مفيش الجانب المهاري. الجانب المهاري ما كانش موجود كتير قوي في فرق افريقيه بشكل كبير. بشكل كبير كان هو خلاص النهارده اي فرقه جايه من مصر عاملين حساب، اي فرقه رايحه تلعب في افريقيا عاملين حساب الكره الطويله والجو والرطوبه والحر والعنف يا كابتن والعنف كل هذه الامور. النهارده الكره الافريقيه تقدمت جدا. الكره الافريقيه النهارده يمكن النهارده بقى خلاص في علم، النهارده في اصبحت النهارده في لعيبه على مستوى مهاري عالي جدا، اصبح الجانب التكتيكي كمان بقى كويس جدا عندهم كل الفرق النهارده خلاص عندهم جانب تكتيكي وده مهم جدا. مهم جدا بيقدر يلعب باسلوب 4 2 3 1 4 3 3 4 4 2. خلاص الفكر اتغير عن زمان. زمان كان بيلعب براسين حربه وكور طويله وخلاص بقى وتخبيط وخش بقى زي ما انت عايز. وكمان على مستوى الاداء تحليل الاداء اختلف زمان كمان، علشان اللي كان يحلل الفرقه كان صعب جدا يا كابتن، وانت حضرتك عشت ده مع الكابتن الله يرحمه الكابتن محمود الجوهري لما كنتوا بتحاولوا تحللوا بعض الفرق بتجيبوا شرايط اللي لسه ما كانش فيه بقى دي في دي ولا كانت فيه شركات اداء. كان شرايط فيديو. شرايط فاكر؟ شرايط فيديو. وبتقعدوا بالساعات عشان يا دوبك تحلل اداء الفرقه. دلوقتي الامور بتيجي للمدير الفني. لحد 98 في بوركينا فاسو. صحيح. لحد بوركينا فاسو احنا في 98 كانت شرايط فيديو فعلا كنا بنحلل الفرق بناء على شرايط الفيديو. فالامور اختلفت. الامور اختلفت دلوقتي. دلوقتي الاهلي بقى كل يعني العالم كله كله مفتوح. كل الفرق دلوقتي النهارده اصبحت النهارده كله مبيح النهارده ان انا اتفرج على ده واتفرج على ده واتفرج على ده خلاص. عشان كده دايما المدير الفنيين حتى دائما بيبقى خلاص عارف الفرقه الخصم اللي هيلعبها وعارف ايه اللي عنده اوراقها مكشوفه اوراقها مكشوفه كله خلاص دلوقتي. يعني الامور ما بقتش النهارده بتبقى فيها صعوبه، لا عن طريق حتى لو انا النهارده ما عنديش اي حاجه عندي طريق السفارات، السفاره بتاعتي بتقدر تجيب لي معلومات بتوفر لك طبعًا. المباريات طبعًا. يعني طبعا الكابتن هاني يعرف كده السفارات بتوفر لي معلومات. ده بقى سهل
لكن من ناحية تانية بيصعب مهمتك، يعني بيصعب مهمة أكيد فريق زي النادي الأهلي إن هو يعني النهاردة بيبحث عن اللقب العاشر له. أوراقه مكشوفة وكل حاجة، بس النهاردة يعني بقت المهمة صعبة، إن أنت تتغلب على فريق تفتكر إن هو سهل وهو ليس بسهل. يعني سيمبا النهاردة كان كل أو معظم الناس متوقعة، معظم الجمهور إنه الأهلي يتخطاه، لا شفنا العكس حصل. لا فرق، لا سيمبا كويسه، الناس بتنقل الكوره، ناس عندها فكر كويس، ناس عنده لعيبه كويسه جدا بيقدر يستحوذ، عندهم استحواذ. برضو النادي الاهلي في ماتش سيمبا يمكن تراجع شويه، يمكن التاني شويه وسط ملعبه. الفرق دي بصي لازم تفرضي اسلوبك، يعني انا شخصيا كمدير فني انا لازم افرض اسلوبي. ايه اللي يخوفني؟ لازم افرض اسلوبي، لازم اضغط الفرق دي من الاول، احسسها بقيمه النادي الاهلي، واحسسها النهارده ايضا ان النادي الاهلي ده نادي بطوله، واحسسها النادي الاهلي عنده يمتلك من القدرات الفنيه والفرديه ان انا اقدر اعمل بريشر من قدام، استحوذ على الكوره، اخد الكوره، وكل هذه الامور. افتقدنا ده يا كابتن في ماتش سيمبا، تفتكر هو ده يمكن السيناريو الاول لموسيماني خلال مباراه بيتا كلاب؟ حضرتك بتتكلم فرض السيطره وفرض شخصيه النادي الاهلي اللي افتقدناها في مباراه سيمبا في اوائل، خاصه في يعني حضرتك بتتكلم عليه دايما يكون في اول مباراه. انك تفتكر حضرتك ان دوت مستر موسيماني هيبدا بمباراه بيتا كلاب؟ هيبدا بيه ليه؟ برضو خلينا برضو بنتكلم بواقعيه ماتش المريخ اللي كان هنا، النادي الاهلي برضو قدر يضغط من قدام، قدر يغلط ديفنس بتاع المريخ، قدر يغلطه في حاجات كتير جدا، وكسب النادي الاهلي 3-1. فمباراه يوم السبت ان شاء الله فيتا كلاب بالنادي الاهلي برضو هو اللي هيفرض اسلوبه، هيبتدي يضغط من قدام، لان خلاص احنا مش فيش جو بقى رطوبه وجو مطر والكلام دي كلها، الظروف اللي حوالين فرقه الكوره لا مش موجوده. فالنادي الاهلي يملك من العناصر ان يقدر يضغط من قدام، يقدر برضو يخلي الناس دي تغلط، ويخلي الناس دي تبقى دائما محطوطه تحت ضغط، ودي مهمه جدا لاي مدير فني ان هو يقدر يشتغل بهذا الاسلوب. بس انت النهارده بتضغط في كل الاحوال علشان تسجل مبكرا، وفي نفس الوقت تحافظ على شباكك نظيفه، فهذا التوازن يحصل ازاي ما بين الهجوم والدفاع يا كابتن؟ هو الضغط دايما الضغط دايما هو طبعا فيتا هيجي يعمل ايه؟ هو النهارده برضه عايز النهارده يلعب كور طويل. لو النهارده حس لو حس ان انت النهارده بتضغطيه من قدام، حس ان في بريشر من قدام، هيلعب لكور طويله، مش هيقدر يستحوذ وينقل وكلام من هيقدر يلعب كور طويل. احنا الحمد لله عندنا ناس خط ظهر كويسين، عندهم الخبرات وعندهم ايضا الحاجات الكور بينيه، يقدر يطلع هيد والحاجات دي كلها، عندنا اللعيبه مميزه في الحته دي يعني. ولكن هي المهمه بقى جدا لما الكره ترتد من الدفاع، لازم استحواذ وسط ملعب النادي الاهلي علشان يقدر يقدر يشتغل الهجمه، يعني عشان كمان نقدر نستحوذ بشكل اكبر. كابتن بخبراتك برضو التدريبيه الكبيره ورؤيتك الفنيه، دايما الماتشات ديت بيبقى حتى اللعيبه من نفسها من غير المدير الفني ما بيتكلم معاهم بتحس عن صباع او استعجال، مستعجلين على المكسب. تفتكر ده يتحل ازاي؟ مباراه حضرتك اتكلمت على مباراه المريخ، سيطرنا فيها وضغطنا عالي، لكن الشوط الاولاني خرج 0-0، خرج 0-0 بناء ان احنا خلقنا فرص كتير، ضيعنا فرص كتير قوي، بس الاستعجال كان شويه موجود، وكانت اللعيبه ناقصها الفينش شويه. نقدر نحل دي ازاي كده؟ والله بس ده دائما يعني فكر مدير فني وتعليمات مدير فني. النهارده بيقعد برضو مع الفرقه وبيتكلم ان انا حتى لو انا متعادل، حتى الهدف اتاخر، مش عايز استعجال، عايز برضو كل واحد يفكر كويس قوي. لازم نفكر في مصلحه الفرقه، ولازم نفكر في هدف واحد ان احنا نكسب. فالامور اللي بيبقى فيها استعجال، اما استعجال من راس حرب، استعجال من الجنب، كل هذه الامور بتؤدي لاستعجال وضياع الفرص. ولكن انا شايف ان شاء الله ماتش يوم السبت لازم يبقى فيه هدوء، حتى لو انت خسرت، لو خسرت ماتش سيمبا لازم يبقى فيه هدوء، وتقدر تستغل هذا الهدوء في احراز اهداف مبكره ان شاء الله. يعني ممكن الخساره دي تفيدك، صح؟ يعني تفيدك في الفوز اللي جاي. هو الخساره دائما بتدي النهارده ايه الاخطاء اللي انا ارتكبتها، وايه اللي ممكن المدير الفني يفكر فيه ويشتغل عليه. كل هذه الامور طبعا بتدي المعطيات كويسه جدا للمدير الفني يقدر يشتغل عليها، وخصوصا ماتش يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله يوم السبت مطالبين يا كابتن زي ما حضرتك بتقول ان احنا نكسب، وحضرتك بتقول نكسب في اول مباراه، في اخر المباراه الهدوء مطلوب، لكن كمان انك تسهل المباراه، اعتقد انك تحرز هدف في الشوط الاولاني. اللي ممكن يقوله موسيماني للعيبه او يعمله من خلال افراد او من خلال تشكيله او من خلال جمل، انك تقدر تحرز هدف مبكر يساعدك انك حتى بقيه المباراه تشتغل بشكل اهدى؟ يعني
وطبعا بص ده بيبقى فكر مدير فني، اسلوب الاداء هيشتغل ازاي، هيشتغل 4-2-3-1. النهارده الاجنبه تشتغل ازاي، النهارده الكره العرضيه بتشتغل ازاي، النهارده مين اللي داخل 18، مش هلاقي واحد بس جوه ال 18 في وسط 4-5 من فيتا كلاب. لازم النهارده يبقى عندي زياده عدديه، كثافه عدديه، لازم النهارده يبقى في تحرك، التحرك الاثنين اللي على الاطراف. تحرك النهارده ممكن النهارده اسقط راس الحربه، والافارقه دائما لما تسقط راس حربه هتلاقي الاثنين ستوبر والجايين معاه، فبيبقى في فراغات. فراغات دي ممكن مين اللي يستغلها؟ الناس اللي على الاطراف، واذا كان الناس اللي على الاطراف بيمتازوا بحته التحرك الكويس والسرعه دي تقدر تخلق فرص. وعندنا في ناس وسط ملعب يقدر يعمل لك الحاجات دي، يعني يقدر يعمل لك يعني تمريرك، لا يقدر يعمل لك التمريره في العمق، حاجه كويسه جدا. فالحاجات دي مهمه جدا ان انت تتعود عليها عشان تقدر تسجل بدري. سالت على علي معلول تحت الهواء قبل ما ندخل، لسه كنت بسال الكابتن اهميه علي معلول في المباراه دي، وللاسف هو مش هيشارك في مباراه فيتا كلاب اللي جاي. لا هو طبعا علي من اللعيبه المميزه جدا في فرقه النادي الاهلي في مركز الظهير الايسر طبعا. لان علي في الحته الهجوميه اولا بيتحرك كويس، اوفراته مؤثره جدا، بيقدر برضو النادي الاهلي حتى لو في ضربات جزاء بيقدر يستغل علي معلول. علي لا علي من اللعيبه الكويسه حقيقي، بيعمل جبهه حتى في الجبهه الشمال دي مع اي حد، بيعمل جبهه، جبهه كويسه مؤثره في دائما الناحيه الهجوميه للنادي الاهلي. مفتقدينه هو بصراحه، صح؟ بصراحه اكيد اكيد. ولكن محمود وحيد برضو لعيب كويس، ولكن هو برضو لسه في حته الخبره بقى، والحته دي برضو لسه يمكن برضو هو لسه عايز برضو يلعب ماتشات كتير عشان ياخد ثقه، ياخد ثقة جماهير النادي الاهلي، ياخد ثقة الجهاز الفني في النادي الاهلي. صحيح. كابتن عايز ارجع مع حضرتك بالتاريخ لورا شوية، تفتكر لنا حضرتك من خلال المباريات كتيرة جدا جدا كنت موجود فيها مع كابتن محمود الجوهري، مر مباراة كابتن محمود تفكروا فيها كان مباراة لازم تكسبوا فيها، او مباراة فيصلية وبدأ النقاش في طريقة اللعب، طب نلعب راس حربة ونلعب برأسين حربة، عايزين نلعب حتى على مستوى التدريبي أو الجهاز الفني ممكن بيكون بيشتغل إزاي. عارف اللعيبة طبعا مركزة في الملعب بشكل أو بآخر، لكن شغل الجهاز الفني في الوقت دوت بيبقى إزاي كده؟ لا بص، يمكن زي ما قلت لك أنا هرجع لبوركينا فاسو 98 كنا اتفرجنا على الشرايط، وكنا نلعب يمكن النهائي لو تفتكر مع جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا. وكان الكابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه كان ليه وجهه نظر في لعيب، وانا ليه وجهه نظر في لعيب، يعني اختلفنا في الحته دي، قعدنا يوم في اختلاف، في اختلاف ونقعد تاني ونتكلم وندردش، ولا ده لا عشان بيقدر يشتغل الناحيه الدفاعيه، عشان الفرقه دي برضو جنوب افريقيا فرقه كويسه، لازم يبقى عندنا حته وسط ملعب يبقى فيه كثافه شويه. المهم يعني الكابتن محمود الجوهري اقتنع، وهذا اللاعب لما لعب جاب جول، اقتنع بوجهه نظر كابتن فتحي مبروك. والله يعني كابتن جوري كان الناس تقول لك دكتور ومش دكتور، لا ده كان على كل كبيره وصغيره كنا بنتناقش فيها حتى على مستوى النادي، واحنا ماسكين النادي سنه 85 يا كابتن كنا كل كبيره وصغيره بنتناقش فيها حقيقي. وده مهم، وده مهم يعني، وده مهم ان المدرب العام مع مدير فني لازم يبقى فيه النهارده في هرمون حلو قوي بينه وبين بعض، ما يبقاش في جاب، ما يبقاش كل واحد النهارده بيبقى ليه راي وليه فكر، ولا لازم الاثنين دائما يبقى مصلحة الفريق فوق كل اعتبارات. ده كان حاصل بشكل كبير قوي ايام كابتن جوهري رحمة الله عليه، وبين كمان وبينه وبين كابتن علاء نبيل، وعلاء نبيل كان معانا. بقول لك يعني كابتن علاء نبيل كان معانا برضه في بيركينا فاسو. انت اخترت طارق مصطفى وكابتن جوهري كان عايز ما هو اللعيب جاب جول، ما فيش غير احمد حسن وطارق مصطفى. هو كان طارق. طارق لان برضه انا يمكن الحته دي زي ما قلت للكابتن جوهري، وقعدنا زي ما قلت لك اتفرجنا، ويوم يوم هو ليه وجهه نظر وانا ليه وجهه نظر، والاخر اقتنع، يعني الاخر اقتنع ان فعلا كان طارق ليه دور مؤثر، مؤثر في حته وسط الملعب يعني. فطبعا من دور المؤثر لو اخترنا كده من تشكيله النادي الاهلي واحد، لو حضرتك مع موسيماني وبتتناقشوا فيه، نبدا بواليا ولا محمد شريف؟ لا انا شخصيا يعني ابتدي بمحمد شريف. محمد شريف برضو نتكلم بواقعيه. محمد شريف الماتشات اللي لعب فيها اثبت انه بيهدف، اثبت انه تحركه كمان مهم جدا. يعني محمد شريف لسه بقول لك على نقطة ان هو ممكن يستثمر الاستوبارات، ياخدهم مثلا في حتة وتلاقيه بينطلق لانه عنده السرعة. هو دائما محمد شريف كل اهدافه تلاقيها من انطلاقات وتلاقيها من اختراقات كويسة جدا. فده مهم، مهم جدا جدا ان محمد شريف بكرة يوم السبت يبتدي. محتاج جلسات خاصة مع موسيماني عشان التركيز في المباريات اللي جاية؟
اي لعيب النهارده بصي دي اي مدير فني النهارده بيجد النهارده ان في لعيب فتره بيلعبش فتره بيلعب ومش موفق وكلام من ده، دائما الجلسات دي جلسات اولا نفسيه وجلسات في نفس الوقت بتبقى فنيه برضو، هشرح له انا عايز ايه وفكري ايه وانت لازم تعمل ايه وكل هذه الامور. ده دور مدير فني، ودور اللعيب النهارده كمان يروح للمدير الفني يعني مش شرط المدير الفني هو اللي اللاعب اللي يسعى انت بقى ايه المطلوب مثلا يوم السبت مني ده فكر اللعيب، فكر اللعيب عايز النهارده يبدع وعايز النهارده يبقى النهارده مقتنع جدا جدا بتوجيهات المدير الفني. وده اللي اعتقد عمله موسيماني النهارده، يمكن في التدريب قعد مع قفشه شويه وكان مش على مستوى الانتقادات اكتر منه زي ما بتتكلم كابتن فتحي، انه على مستوى ممكن التعليمات، ممكن على مستوى وارد جدا ان بيقول لقفشه على جزء معين خطتي يتكلم فيه، وارد جدا يكون على مستوى التحفيز، وارد جدا على مستوى اعاده الثقه بعد الانتقادات شويه على مجدي قفشه في الفتره اللي فاتت. فكل دوت ممكن يكون الحوار اللي دار النهارده ما بين موسيماني وقفشه وارد جدا، وارد زي ما قلت لك، هي تعليمات توجيهات، ممكن زي ما بتقول ان مجدي قفشه متضايق، هو نفس الولد حاسس ان الجمهور حاسس انه مش مستواه، حاسس حاجات كتير جدا، عايز جلسات تحفيزيه. ممكن الولد يبقى عنده فيه لعيب يبقى عنده الذكاء يقعد مع المدير الفني من نفسه انت كده. شايف ايه يعني شايف الفتره اللي فاتت ايه، اخطاء ايه، طب لو انا الماتش اللي جاي بتاع يوم السبت لعبت ايه المطلوب مني، يعني ايه المطلوب مني، عايز تحرك ازاي، عايز اشتغل ازاي، عايز النهارده هل ابقى تحت راس الحربه ولا اقدر النهارده اشتغل مع راس الحربه بالتبادل، راس الحربه يسقط انا ابتدي راس حربه. كل هذه الامور فكر اللعيب وفكر المدير الفني لازم يبقوا الاثنين متجاوبين مع بعض. صحيح. فدي حاجات بتبقى مهمه جدا، المدير الفني يقعد مع لعيبه وخصوصا اذا كان اللعيب ده له اهميه في الفريق. صحيح. طيب حطيت التشكيله كابتن فتحي صح؟ حطيته قبل ما نبدا تقول لنا كده عليه؟ بس ده موسيماني اللي بيحط تشكيل مش انا. ما حضرتك كمان حاطه اهو. لا ده احنا بن يعني مجرد حضرتك شايف انه يبدا بمحمد شريف، ليه مش بواليا؟ انا بس شوفي زي ما قلت لحضرتك الفرق الافريقيه محتاجه واحد النهارده عنده فكر تحرك. فكر التحرك ده مهم جدا، وزي ما قلت لك النهارده الاستبارات النهارده لو محمد شريف بيتحرك في الجناب الاثنين الاطراف دول لازم يبقى لهم دور كويس او مؤثر. نعم. محمد شريف نفسه في عمليه الترنات وعمليه الكور اللي بتتحط له في مساحه، لا هو عنده سرعه كويسه، وبعدين عنده حاسه تهديفيه. الفينش كويس. حاسه تهديفيه مش محطوط تحت ضغط زي بوالي. بوالي محطوط تحت ضغط، في لعيبه دايما تحس ان هي محطوطه تحت ضغط لان ما سجلتش في ماتشات، خمس ست ماتشات لازم يسجل، ارنا تشكيل كابتن فتحي مبروك. لا انا التشكيل ده طبعا مستر موسيماني والجهاز الفني انا بحترمهم واقدرهم، ولكن اذا كان هناك راي يمكن الشناوي خلاص، محمد هاني، بدر بنون، ايمن اشرف، يمكن محمود وحيد، دول كنت يعني لسه اسالك على باك شمال ولا سيرد باك، يعني محتاجين المباراه ده ان ايمن اشرف يطلع باك شمال ويلعب بياسر ابراهيم جنب بنون، ولا حضرتك شايف لا محمود يشتغل ونستفيد بايمن اشرف في السرد؟ بص لا هو طبعا ايمن اشرف بيبقى كويس قوي في الحته دي، يعني ايمن اشرف برضو خلينا بنتكلم بواقعيه بيبقى كويس، لان انت النهارده لو شوف النهارده لو محمود وحيد النهارده عنده الجانب الهجومي اكتر، الوحيد اللي يمتلك عنده القدرات ان يقفل الجنب الشمال مين اللي يغطي ايمن اشرف لانه طبيعته كان ظهير ايسر. صحيح. والنهارده خلاص بيلعب ستوبر، فالنهارده عنده الحته دي، حتى كور عمليه في عمليه التحضير لما الشناوي بيديله تلاقي مثلا محمود وحيد طاير، تلاقي ايمن اشرف اللي بينزل يستلم وبيقدر، عنده رجل الشمال كويس، يقدر تغيير ملعب، يقدر يلعب لونج باس، عنده حاجات كتير قوي يقدر. طيب قلب الدفاع انا شايف قلب وسط الملعب، هو طبعا انا شايف ان السولاي وانج ممكن يبتدوا الاثنين، يعني انا متفق معاك سولاي وديون شايف كده يعني. طبعا حسين الشحات وقفشه واجاييه ومحمد شريف، ويبقى النهارده في اوراق رابحه في على الدكه. واتفضلي. لا اتفضل. لا الاوراق الرابحه ما بتكلم عليها برضو، وانت بتقعد مع يعني دايما باخد خبراتك التدريبيه بتحط يعني دايما بيقول لك لازم المدرب يكون عنده ورقه او ورقتين حتى لو لعيب افضل من اللي في الملعب لكن هو شايله معاه، يعني دي ثقافه بعض المدربين يقول لك لا انا هشيل الافضل علشان ممكن جدا احتاجه في وقت معين ينزل يؤدي بشكل كبير. الاوراق الرابحه في النادي الاهلي حضرتك شايفها مين،
والاوقات اللي ممكن يزق بيها او موسيماني يزق بيها اللاعبين دول هتكون امتى؟ بص يعني على سبيل المثال احنا اتكلمنا في ايمن اشرف محمود وحيد. محمود وحيد مش موافق مش كده؟ وارد طبعا كل حاجه وارده. يبقى مين اللي هيلعب الظهير ايسر؟ ايمن اشرف. مين اللي هينزل؟ ياسر ابراهيم. يبقى النهارده التوظيف بتاع اللعيب النهارده بتفكر في مكان او مكانين ان يقدر يلعب في اللعيب. ماشي؟ حمدي فتحي النهارده لو قدر ديانج مش كويس هيقدر حمدي يقدر يادي لك الدور ده. لو انت النهارده عايز تامن كسبان مثلا 1-0 وحسيت ان فرقه فيتا كلوب بتهاجم، مين الوحيد اللي عنده الملكه ان يقدر يشتغل بين الاسطوبرين؟ مين؟ حمدي فتحي. لانه حمدي برضو خلي بالك اشتغل ستور قبل كده. صحيح. فتقدر تفكر في تفكيرات النهارده كل مدير فني عنده فكر الناس اللي بيحطها على الدكه هيستثمرها ازاي من خلال الشوطين بعد نص ساعه بين الشوطين في نهايه الماتش. كل هذه الامور لازم تستثمرها. بعد الفاصل عايزين كابتن فتحي مبروك يرتب لنا التاهل من المجموعه الاولى، الاهلي وسامبا وفيتا كلاب والمريخ. ترتيب كابتن فتحي مبروك ايه للمجموعه بتاعتنا بعد الفاصل في البيت الكبير. يعني من خلال وجهه نظر الكابتن الكبير فتحي مبروك وخبراتك، لو عايزين حضرتك ترتب لنا مجموعه الاهلي للتاهل طبعا لدور الثمانيه في بطوله دوري ابطال افريقيا، بس الاول كنت متوقع فوز فيتا كلاب على المريخ، بس كنت متوقع النتيجه دي اللي حققها فيتا على المريخ 4-1؟ لا ما كنتش متوقع النتيجه دي. كان ممكن 1-0 2-1 بكتير قوي. ولكن فرقه المريخ حصل لها انهيار، عارفه لما يقول فرقه فيها انهيار، فرقه خلاص يعني استسلموا لامر واقع، ما عندهمش بناط، فرقه مغلوبه 2، فخلاص ابتدت الامور وخلاص يعني بدرجه ان فيتا كلاب استحوذ وقدر يوصل وقدر يسجل 4 اهداف وخصوصا في ملعب نادي المريخ يعني في السودان. مجموعتنا هتمشي ازاي؟ مجموعتنا ان شاء الله يعني انا يمكن برضو الحته دي الناس برضو قلقه شويه. اذا كان سيمبا التنزاني عنده 6 نقاط وفيتا 3 والنادي الاهلي 3، لا انا بقول النادي الاهلي هيستثمر ال3 ماتشات اللي جايين ان شاء الله، هيقدر يجمع النقط بتاعتهم ويبقى اول مجموعه كمان ان شاء الله. يعني فيتا كلاب رايح جاي وسيمبا يعني انا عندي فيتا كلاب هنا وعندي هيبقى بره سيمبا سيمبا هيبقى في القاهره ان شاء الله. المريخ خلاص فقد الامل في يعني نعم. وفرقه زي ما قلت لك الفرقه برضو فرقه المريخ ما تقلقش النادي الاهلي حتى لو هناك ما تقلقش النادي الاهلي، مع احترامي طبعا للمريخ وجماهير المريخ والدنيا كلها ولكن ما تقلقش النادي الاهلي. النادي الاهلي ممكن ان شاء الله يجمع 9 نقاط في ال3 لقاءات اللي جايين ان شاء الله، وده يبعد نهائيا كمان فيتا كلاب عن المنافسه، لان فيتا كلاب كمان بعد الفوز على المريخ عندها امل يعني. ودايما المباريات يا كابتن اللي بقى الفرقه داخله، حضرتك عارف انهم بقى لهم اسبوع في مصر يعني محضرين، يعني بقى لهم اسبوع محضرين هم ماتش المريخ جمعه على القاهره اللي كان فيه لقاء مع المدير الكوره امبارح وقال مدير الكوره هناك قال لك انا بحترم النادي الاهلي لكن كل شيء وارد، وبالتالي المباريات ديت اللي بيبقى المنافس نازل فيها مش خسران بلغه الكوره مش خسران حاجه، بتبقى مباريات حتى على مستوى التاهيل المعنوي بتبقى مباراه حرب برد. الحرب البارده ايوه بالظبط حرب البارده الحرب البارده. في مدير فني يجي يقول لك انا مش خايف من النادي الاهلي، انا اكسب النادي الاهلي، وحصلت كتير جدا على مستوى التصريحات بقى على مستوى التصريحات الناريه دي اللي هي الحرب البارده دي، يقول لك انا اكسب النادي الاهلي وسط جماهير واكسب النادي الاهلي في ملعبه واكسب مش عارف كل هذه الامور بتدي انطباع اللي بيدي ثقه لفرقته ان هو مش خايف ان هو مش قلق، بيدي ثقه لجماهيره حرب نفسيه مش قلق وفي نفس الوقت الفرقه اللي هتلعب ضده بيبقى برضه عندها شيء من القلق شويه او التركيز العالي جدا. فطبعا هو فرقه فيتا كلاب بقى لها اسبوع هنا، وصرح حتى مدرب الفرقه ان انا مش هخاف من النادي الاهلي يعني بالزبط. حتى مدرب الفريق قال انا مش هخاف من النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي قادر ان شاء الله يخلي فرقه فيتا كلاب بتخاف من النادي الاهلي فعلا. اكيد ان شاء الله. ليه مهم مباراه زي المباراه اللي جايه دي يوم السبت انها تتلعب على استاد القاهره، ملعب استاد القاهره؟ هو طبعا ملعب الاستاد يعني طول عمرنا بنلعب في الاستاد، وطول عمر الاستاد وجهه مشرفه للكره المصريه والبنيه التحتيه في مصر. استاد القاهره اولا ملعب كويس جدا، الارضيه النجيله طبعا عشان ما فيش بصفه مستمره ماتشات عليه، فدلوقتي اصبحت النجيله الارضيه النهارده هايله،
اصبح النهارده ملعب النهارده لما تيجي قياسيا باستادات العالم هتلاقي نفس هذه المواصفات من ناحيه مساحه الملعب. هتلاقي مساحه الملعب مثلا ممكن تكون 100 وشويه، 120 متر، 130 متر، فعرض 70 80 متر. فده بيدي حسن انتشار كويس، بيدي بيخلق مساحات كويسه، بيدي دايما الفرق اللي هي جايه النهارده تلعب زون ديفنس او الفرق النهارده الملعب صغير بتقفل كويس، لا بتبقى فيه مساحات. فاستاد القاهره انا شايف انه مناسب جدا لهذا اللقاء، حتى على مستوى طريقه اللعب اللي بيلعب بيها النادي الاهلي، بيخدم او في مصلحه النادي الاهلي انه يلعب في ملعب واسع، ملعب ما فيهوش وارضيه كويسه وكله كويسه. ويمكن النادي كمان النادي الاهلي في حتى في بعض المباريات يعني كانوا بيشتكوا من ارضيه الملعب، لكن يعني دوت ما ان شاء الله مش هيكون حجه حتى في مباراه الكونغو هناك. على الـ على الـ على المستوى على مستوى البطوله نفسها كابتن، ان شاء الله النادي الاهلي يؤهل لدور الثمانيه، واعتقد دور الثمانيه مع بقى الكبيره يعني. ما هي دي بتبقى بقى الحاجات اللي بتبقى فيها صعبه رايح جاي، دي بتبقى فيها صعوبه جدا، وان شاء الله بس النادي الاهلي هو يبقى الاول في هذه المجموعه ان شاء الله. وبعد كده الادوار دي بقى يعني النادي الاهلي بيجهز لها كويس جدا، هيعرف مين هيلاعب مين وكل هذه الامور، والنادي الاهلي بيقدر يجهز نفسه من خلال فنيا ومعنويا واعلاميا وجماهيريا ومجلس اداره خلاص، لان انت بتخش على المنعطف الاخير في البطوله، النوك اوت، الخروج المغلوب يعني. فالترتيب الاهلي بالترتيب الاهلي سيمبا، انا شايف سيمبا سيمبا يعني الاول، شايف سيمبا، لا الاهلي سيمبا، الاهلي سيمبا. انا بقول الاهلي سيمبا فيتا كلوب المريخ، يعني انا شايف الاهلي وسيمبا هم يتاهلوا على المجموعه دي ان شاء الله باذن الله. ده يكون الترتيب المنطقي يعني، المنطقي يعني اللي للمجموعه ديت. هروح لحضرتك لموسيماني. موسيماني كل الارقام بتقول انه عامل نتائج جيده مع النادي الاهلي، انت كمان رؤيتك يعني راجل اشتغلت في مجال التدريب على المستويات العاليه، رؤيتك برضو لموسيماني في الفتره الاخيره عامله ازاي؟ لا الفتره طبعا الاخيره الفتره هو حتى يمكن برضو هو عمله في النادي الاهلي او شغله في النادي الاهلي او كمدير فني للفريق الاول في النادي الاهلي، بينه وبينك اي مدير فني بيجي يا كابتن هاني بيلاقي الامكانيات. صحيح. بيلاقي امكانيات، بيلاقي مجلس اداره بيدعم، بيلاقي النهارده في استقلاليه للجهاز الفني والفريق الاول، في استقلاليه في كل حاجه النهارده بتتطلب للجهاز الفريق الاول بتتحقق يعني. صحيح. فاي نادي الاهلي منظومه بصراحه منظومه رائعه، انا اشتغلت في الفريق الاول وعارف الحاجات دي كلها. فاي مدير فني بيجد ارتياحيه، وخصوصا اذا كان النتائج كويسه، كانت النتائج كويسه الناس بتؤيد وبتأزر وبتساعده، وبتبقى في ثقه اعلاميه وفي ثقه جماهيريه وفي ثقه من كل حاجه. فمستر موسيماني لما جه كمل الدوري، خد الدوري برضو البطوله الافريقيه، خد البطوله الافريقيه كاس، ايضا كاس وثالث العالم، دي برضو حاجات بتضاف لرصيد مستر موسيماني في النادي الاهلي، لان زي ما قلت لك النادي الاهلي يمتلك كل المقومات للنجاح اللي تؤهله للبطوله حقيقي. طيب لكن شفت ازاي بعض يعني خلينا نتكلم كل ما شفت ازاي بعض الانتقادات شويه في الفتره الاخيره للموسيماني، وتحليلك انت كمدير فني او كراجل فني بتحلل ده ازاي؟ بص الناس معلش يعني برضو بتكلم بواقعيه، الناس دائما اذا كان مستوى الاهلي المستوى الفني او المستوى البياني لاي فرقه ما بتوصل للتوب فورم لازم بتقل شويه بس ما بيأثرش على النتائج، حتى لو المستوى الفني قليل شويه ولكن بكسب. يعني انا خسرت ماتش ايه؟ سيمب الوحيد اللي خسرته، مش كده؟ ماتش سيمب انتقادات على النادي الاهلي اداء وحش، النادي الاهلي طالما بيكسب ممكن اداء ماتش 2 3 يبقى وحش، وارد وكل العالم كده. تعالى النهارده بص على ليفربول، ليفربول السنه اللي فاتت كان عامل ازاي والسنه دي عامل ازاي، تعالى بص برشلونه احسن فرقه في العالم، تعالى بص كان فين ودلوقتي فين. فالمستوى الرسمي البياني او المستوى الفني لازم يبقى فيه ماتش 2 3 بيبقى فيه دروب في المستوى ولكن ما بيأثرش على النتائج دي الحمد لله يعني. من السمات او اللي بيميز موسيماني غير ان هو بيعرف يقرا الفرق او المنافس اللي قدامه، زي ما حضرتك ذكرت كابتن فتحي، التعامل النفسي اللي بيجيده برضو مع اللعيبه بشهادتهم كلهم، حتى وبشهاده حتى الضيوف اللي شرفونا هنا، كلمني عن ده. ويفرق في ايه بقى بعيدا عن شكل المنافسه، يفرق في ايه مع العشره، مع الحفاظ على اللقب؟ لا بصي التعامل النفسي ده مهم جدا، ده من حاجات يمكن من عناصر كرة القدم، والكابتن هاني يعلم هذا الكلام. سيبك من الإعداد البدني والإعداد الفني والإعداد، لا ده حاجة إعداد نفسي، ده حاجة كنت. حاجة وخصوصا صحيح. إذا كان هناك عندي لعيبة هقدر أستثمرهم على اللونج ران، أو أقدر أستثمرهم في مباراة قريبة،
اقعد معاهم اتعامل معاهم نفسيا، حتى لو هطلعه بره القايمه لازم اتعامل معاه نفسيا عشان لعيب يبقى النهارده في ثقه في الجهاز الفني وسيف في ثقه في موسيماني ان بيتعامل بهذا المنطلق. وده جزئيه مهمه في شغل المدير الفني، جزئيه مهمه جدا في شغل المدير الفني. المدير الفني النهارده لو عنده لعيب زي مثلا بواليا، لو انا النهارده مش هبتدي يوم السبت مش هبتدي بيه، هتلاقي مستر موسيماني يقعد يقعد معاه ويقول له ان انا مش هبتديك بس خلي بالك عشان الشوط الثاني عايز اشوفك. استعانه بيك في اي لحظه؟ طبعا في اي لحظه. ده الاعداد النفسي، الاعداد النفسي لاي لعيب دي وارد، الاعداد النفسي الجماعي للفرقه كلها، للفرقه كلها، ان انا ما اقعش تحت ضغط اعلام، ما اقعش تحت ضغط جماهير، ما اقعش كل هذه الامور، ده اعداد نفسي للفريق ككل. ولكن الاعداد النفسي دايما بيبقى على لعيبه معينه بذاتها. هو نفسه موسيماني بتشوف بيتعامل مع الضغوطات دي نفسيا ازاي؟ لا هو كان بنشوفها في المؤتمرات احنا الصحفيه. لا هو بس حضرتك تحللها لنا اكتر. هو هادي جدا في المؤتمرات يعني ما بينفعلش يعني، حتى انا مره شفته في مؤتمر بس يمكن واحد كان بيساله في تشكيله مش تشكيله وكلام من ده، قال له طب حط لي انت التشكيل بعد المباراه طلع الجيش، قال له حط لي التشكيل يعني، قال له عايز اسمع منك. فوارد، وارد جدا وارد جدا اي النهارده في المؤتمرات، وارد جدا ان مدير فني النهارده هيجد انتقادات ويجد اصل ما لعبتش ده ليه وده ليه ومش عارف ايه. هو النهارده المدير الفني المسؤول مسؤوليه كامله، صح؟ كل واحد بيبقى ليه وجهه يعني. انا وجهه نظر دلوقتي حضرتك قلت لك على الفرقه، ممكن يبقى موسيماني في حياته في تفكيره حاجه ثانيه. حضرتك قلت كده، قلت حياته في تفكيره حاجه خالص. والانتقادات دي واردة في كرة القدم، سواء انت بتتميزي بنتائج لازم يبقى في انتقادات، وخاصة اذا كان مستوى في ماتش واحد، ماتش واحد وحش يعني. النهاردة المستوى 8، جيت النهاردة نزلت بقيت 6/10، ودي حاجة في عرف كرة القدم، جيت 6 هتلاقي انتقادات، اصل المستوى النهاردة وحش، اصل النهارده فرقه الاهلي ما هجمتش، اصل هتلاقي ليه ما استعنتش باللعيب الفلاني. هتلاقي كتير وارد جدا. وانت اكيد لما بتكون مدير فني لنادي كبير زي النادي الاهلي ومسابقات كتيره جدا، وحاجه لحضرتك سريعا لمسابقه الدوري، النادي الاهلي عنده بعض المباريات المؤجلات وبعد فيتا كلاب كمان عندنا يوم الاربعاء مباراه الاسماعيلي، دايما مباراه الاهلي والاسماعيلي. ورجعنا بقى للذاكره والايام الايام الجميله كنت بتحضروا حتى المباراه يعني، بالرغم ان الاسماعيلي طبعا يعني في الدوري مش ماشي بخطوات جيده لكن طابع خاص مباراه الاهلي والاسماعيلي. لا بص، طابع الاهلي والاسماعيلي طبعا، النادي الاسماعيلي مع كل احترام ليه طبعا هو مر بفتره، يمكن الفتره اللي فاتت دي عدد تغيير، عدد كبير من المدربين، برضو بيع عدد كبير من اللعيبه، اصبح النهارده القوام الرئيسي بتاع فرقته عناصر كلها صغيره وعناصر كلها لا تمتلك قدرات، زائد زي ما قلت لك ثقه جماهير اسماعيليه في الفرقه ابتدت تبقى مهزوزه شويه، فده بيأثر على اللعيبه وبيأثر على الجهاز الفني. فالنتائج في نتائج وحشه، في ترتيب للنادي الاسماعيلي وحش، ولكن النادي الاهلي دائما مباراه النادي الاهلي بيبقى ليها خصوصيات خالص، هتلاقي التركيز وهتلاقي الحوافز وهتلاقي الشغل من 3 4 ايام بدري، هنلعب ازاي وهنفكر ازاي وكله ما نقلقش ولازم نلعب وكل هذه الامور، الحاجات بقى الاعداد النفسي والاعداد الذهني زائد الاعداد الفني بقى في ده في الملعب يعني. فماتش الاسماعيلي برضو هيفكروا هل النهارده هيستثمر النهارده ان انا لاعب النادي الاهلي وبحيث ان انا ما اخسرش هذه المباراه عشان نرجع ثقة جماهير الإسماعيلي في فرقتي ولا لا؟ ويبقى الجهاز الفني بيستثمر هذا إنه يتعادل مع النادي الأهلي بطل الدوري وثالث العالم وبطل الكاس وبطل أفريقيا. ده فكر. هيجي يقول لك أنا هاجم النادي الأهلي؟ لا مش هيهاجم النادي الأهلي. مش هيهاجم النادي الأهلي. هيبتدي برضه يشك، يبقى عنده شك دفاعي لازم هيستثمره في مباراة النادي الأهلي. راضي عن الأداء؟ بتكلم على الدوري وبتكلم على جميع الفرق. يمكن بدأت بشكل، النهاردة بنشوف الأداء لا عكس ما بدأ الموسم ده. راضي عن أداء الفرق بشكل عام؟ لا مش كل الفرق يعني، خلينا برضو بنتكلم بواقعية، في فرق النهاردة أصبحت النهاردة ليها طابع خاص النهاردة في الدوري المصري يعني أنا سيراميكا كليوباترا، سيراميكا كليوباترا النهارده من الفرق اللي ماشيه كويس، فارق كويس ليه؟ لانه النهارده برضه عشان تدعيماته قويه، لسه كنت اقول لك تدعيماته قويه، وبص بمنظور ان انا كمان لازم استثمر النهارده، صعدت من الدرجه الاولى للدوري الممتاز لازم استثمر، مش عايز انزل. فالصفقات كويسه، في النهارده الحمد لله عندهم لائحه كويسه، عندهم جهاز فني كويس، عندهم استقرار، اللعيبه النهارده بتشتغل بارتياحيه، بيرتاح عشان كده ترتيبهم كويس وادائهم كويس.
طب هقول لحضرتك كويس. انا هقول لحضرتك يمكن اول ستة في الدوري واخر ستة في الدوري من خلال رؤيتك الفنيه تشرح لنا ممكن هل الوضع ده هيستمر او في فرق هتطلع وتنزل. عندنا المركز الاول مؤقتا يعني ان شاء الله الزمالك، بس لعب يعني عنده لعب عدد ماتشات زياده اكتر. الزمالك ب 30 بونت، الاهلي 24 وعنده 3 مباريات مؤجله. رقم 3 مصر المقصه، 4 المصري، 5 بيراميدز، 6 امبي. دول الستة الاوائل. نيجي للترتيب الجدول من تحت، الاخير وادي دجله، ال 17 قبل الاخير الاسماعيلي، انتاج حربي، الانتاج الحربي، طلائع الجيش، والبنك الاهلي. وخلينا ناخد كمان المقاولين، يعني دول الستة الاخر. نبدا من المقاولين، البنك الاهلي، الجيش، الانتاج الحربي، الاسماعيلي، وادي دجله. شايف الامور ممكن تستمر لكده؟ في فرق خلاص بالرغم من الدوري لسه بدري شويه، تقدر تحدد لنا؟ هو اللي قلق عليه بجد، اللي قلق عليه جدا الانتاج الحربي. الانتاج الحربي طبعا. هقول لك ليه. الانتاج الحربي برضه يمكن الموسم اللي فات لو تفتكر ترتيب الجدول كان في الاربعه، في الاربعه كان 1 2 3 4 كان في مربع الذهبي يعني، ولا مربع وقت من الاوقات. وقت من الاوقات، وبعد كده يمكن في ترتيب سادس بالظبط. السنه دي بقى ترتيب غريب يعني، شوف ترتيب غريب. الانتاج الحربي برضه ما تفهمش الانتاج الحربي، هل المستوى النهارده بتاع اداء اللاعبين اختلف عن السنه اللي فاتت؟ يعني اشتغل مع الكابتن مختار، وكابتن مختار معاه بقاله اربع سنين بقى فتره كبيره جدا، وفرقه كانت فرقه كويسه. السنه دي لا، نتائجهم غريبه، المستوى غريب، عشان كده في الترتيب حتى وحش جدا جدا. الكابتن حماده صدقي راح، يمكن اشتغل معاهم فتره برضه، وماتش ماتشين برضو كان فيه خساره بس ما مش مستمر. على مستوى القمه احنا شايفين يعني الزمالك. ان شاء الله الاهلي يبقى الاول. الاهلي عنده 3 مؤجلات، اهلي، زمالك، مصر المقصه، المصري، بيراميدز، وامبي. دول السته الاوائل. ده انا تالي برضو الترتيب ده يمشي كده طبيعي، ولكن النادي الاهلي ان شاء الله يستثمر المباراه المؤجله دي ويبقى اول الدوري. يعني بيراميدز مش هيبقى النادي الترتيب، بيراميدز دائما هتلاقيه في مركز ثالث، مركز ثالث، مع اني طبعا هو عنده عدد كبير جدا من اللعيبه، عنده برضه منظومه كويسه يعني، عنده لعيبه بس النتائج مش على مستوى، هو عنده لعيبه على مستوى النهارده، المستوى حتى المستوى المنتخب في طبعا. تيجي النهارده بتختار لعيبه بيراميدز بتلاقي 6 7 من لعيبه المنتخب موجودين في منتخب يعني مصر. علي جبر في عندهم هتلاقيهم 6 7. عبد الله السعيد، هتلاقي احمد فتحي، هتلاقي يعني ناس كتير طبعا جدا. عمر جابر بتتكلم على يعني في 4 5 دونجا كان في وقت من الاوقات. ايوه، هتلاقي على الاقل بقول لك 6، عمر جابر هتلاقي 6 7. النهارده كان في مباراه، محمد حمدي زير الايسر. بالظبط. النهارده كان في ماتش بتلعب بين غزل المحله والبنك الاهلي، انتهى بالتعادل السلبي 0-0. عايز اتكلم عن شكل البنك الاهلي تحديدا بقياده خالد جلال، عكس طبعا كابتن محمد يوسف كان بادئ بشكل وكان متالق جدا، والنهارده البنك الاهلي يعني يمكن مش في افضل حالاته بالنسبه للاداء. لا بصي، البنك الاهلي الماتش اللي فات اللي مش بتاع النهارده كان بيلعب مع مين؟ كان ماتش كان عنده كان رائع. الانتاج الحربي 0-0 الايه؟ لا في ماتش في ماتش البنك الاهلي كسبه الماتش اللي فات، بس انا مش متذكره ايه، عمل اداء رائع. كان اسوان صح، ممكن كان اسوان ماشي كويس جدا، وكان فايز في مباريات ماشي كويس قوي، ولكن جه وتعادل مع الاهلي قدام البنك الاهلي. البنك الاهلي كان ادى اداء رائع. اولا روح لعيبه هايله، اداء كويس جدا، يعني تحس ان فعلا فرقه تستحق ان تبقى برضه في مراكز متقدمه. يعني البنك الاهلي لا حقيقي كان ماتش هايل. النهارده هم تعادلوا مع غزل المحله برضو. انا شايف ان 4 نقاط من مباراتين انا شايف حاجه ايجابيه، واعتقد كمان غزل المحله الصاعد من الممتاز بيه برضو ماشي بخطوات لا باس بيها مع يعني كابتن خالد عيد. بص يا كابتن هاني، في فرق النهارده مش هقول لك انا مش مطالب ببطوله يعني طبعا. النهارده حتى مجلس اداره بيهيئ النهارده الجهاز الفني واللعيبه، انا مش مطالب ببطوله، انا مطالب ان انا طالما في الدوري الممتاز مش عايز انزل للدرجه الاولى. ده هدف يعني، هدف واستراتيجيه اي رئيس مجلس اداره واي جهاز فني. ما يجيش النهارده جهاز فني يقول للعيبه مثلا لا ده عايزين ناخد الدوري. ما ينفعش، لا، لان الدوري ده ليه سمات وليه مقاومات وليه شكل تاني خالص يعني. عايز نتكلم كمان على نتكلم المدربين. من خلال على المدربين ومن خلال الجونه مثلا، كابتن رضا شحاته
اعتقد بيؤدي اداء اكتر من رائع، يمكن كان موجود في الثامن، كان في وقت من الاوقات يمكن في المركز الاول يعني على قبل المؤجلات الزمالك، المؤجلات لكن عامل شغل ماشي يعني ماشي عامل كويس شغل كويس، احمد سامي مع سموحه برضو عامل شغل كويس، الدايره بتاعت مش هقول المدربين الشباب لكن مدربين ظهروا بشكل جيد من خلال ادائهم في الدوري. حضرتك يعني غير طبعا رضا شحاته، احمد سامي، مين كمان من المدربين؟ بص ده دور مجلس اداره. برافو، ده دور مجلس اداره. مجلس اداره اذا كان النهارده بيثق في جهاز فني وبيديله النهارده الصلاحيات وبيديله التعامل مع اللعيبه وما تدخلش، ماليش دعوه انا مجلس اداره النهارده، حطيت فتحي مبروك، سيب فتحي مبروك يشتغل وهتحاسبه اخر السنه. اخر السنه ما جيش النهارده تهز ماتش ماتشين راح شايلك. هو النهارده خلاص يعني برضه المجالس الادارات دي ادت النهارده الثقه للجهاز الفني انه يشتغل بارتياحيه، حط تشكيله، اعمل اللي انت عايزه. ما تقعدش بقى المدرب قلقان من الماتش، ما تقعدش بقى المدرب قلقان النهارده لو خسرت هتشال، ده اعدل لي بقى الواحده ده، لا لا لا، كل هذه الامور انا شايف الجونه برضه في استقرار الحمد طبعا. لله فني كويس جدا، في استقرار ايضا من ناحيه جهاز الكره في النادي، لسه متعادلين الجونه يعني الجونه هتلاقي برضو بيشتغل رضا بارتياحيه، وهو كمان اللعيبه دائما ما بيبقى في فكر مدير فني مصري بيقدر ينقل اللغه، بيقدر ينقل ان هو لعب قبل كده في النادي الاهلي ولعب منتخب ولعب خبراته، بيقدر خبراته دي بينقلها اللعيبه، اللعيبه بتكتسبها وبتصدقه، ده مهم كمان. ده احمد سامي برضو في سموحه برضو يمكن برضو واخد الانطباع النهارده لان النتائج ساعدته في الاول، فاديته استقرار، اديته استقرار نفسي ليه هو كمدير فني، واديت استقرار ايضا للمهندس فرج عامر ان هو النهارده يستثمر احمد سامي النهارده في الشغل، لان برضه في مدرب النهارده اما تشوفه تحس ان هو اكتف، تحب على الخط وبيكلم وبيوجه اكتف، وفي مدرب تاني ممكن تحس ان هو قاعد على الخط وخلاص. شخصيه مدربين بالظبط. نشكرك يا كابتن فتحي، انا ميرسي جدا، شرفتنا النهارده، متشكر جدا على البرنامج الجميل ومتشكر جدا على الاسئله دي، ودائما نلتقي على خير ان شاء الله. دايما منورنا يا كابتن فتحي، ربنا يخليك، منورنا دايما في البيت الكبير. شكرا لك كابتن هاني، شكرا لكم مشاهدينا، دي كانت حلقتنا في البيت الكبير النهارده، يوم الاحد نلاقيكم بعد ما يفوز الاهلي يوم السبت ان شاء الله. توقعك كام ان شاء الله؟ انا 2-0 ان شاء الله، 2-0 للاهلي باذن الله. باذن الله نيجي ونحتفل ونهني جمهور النادي الاهلي اللي بالملايين يوم الاحد باذن الله في البيت الكبير من 10 ل 1. اصبحوا على خير.